النهارده كان في ملحمه، كان في اصرار وحماس، النهارده كان في مباراه تاريخيه من جماهير الزمالك. في التالتة يمين فاكر أنا أول مرة جيتها كانت من سنين، مش هنسى أنا يومها ولا ساعتها كنا ساكتين، صوت رج الملعب مرة واحدة تشجيع ملايين، يا تشيرت العمر غامي أبيض لو رحت فين، عمري ما أحب زيك أنت لو حتى مين، لو حتى مين مع كلامي أنا جنب النادي ده عمر ما همني أسامي، ناس تمشي وناس تفضل بروحك أصبح ترابي، أنا مش بليق لو كان حبك هو التهام. أيوة الزمالك النهارده كسب أرتا سولار الجيبوتي إيابا 4-1 وصعد لمجموعات الكونفدرالية في مباراة كان بطلها الأول جمهور الزمالك، حماس وعدم يأس لا من مباراة الذهاب ولا من الشوط الأول في مباراة النهارده، جمهور الزمالك اللي دايما وحرفيا مع الفريق في الصعب قبل السهل. الجمهور هتف مع بداية الشوط الثاني بالدم بالروح، الماتش مش هيروح، واللعيبة ما خيبوش ظنهم المرة دي. مبروك لجمهور الزمالك واللاعبين، اما اوسوريو فتعالوا نتكلم شويه عنه. يلا بينا. يا أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. بص بقى، بص وهقولك بصراحة، إن الزمالك يكسب النهاردة أرتا سولار 4-1 دي مش نتيجة تاريخية ومش إنجاز عظيم. إن الزمالك يعود ويعمل كومباك أو ريمونتادا زي ما تسميها، دي مش حاجة يعني اختراع قدام أرتا سولار. إن الزمالك النهاردة لعبته يكونوا رجالة في الملعب وعندهم روح وحماس، فده المفروض دايما الطبيعي. بس النهاردة الإنجاز الحقيقي واللي يستحق الاحتفال واللي يستحق الإشادة واللي يستحق إن احنا نقول عليه إنجاز تاريخي واللي يستحق نقول عليه صاحب الإنجاز هو جمهور نادي الزمالك. النهاردة جمهور نادي الزمالك يا جماعة كان رائع فوق العادة. هتقول لي ما هو ده العادي، ما هو ده أي جمهور بيحب فريقه بيعمل كده، هقول لك نعم، أيوه صح معاك، بس جمهور الزمالك النهارده اللي شايل، اللي تعبان، اللي زعلان، اللي متضايق على حال فريقه، اللي فرقته خسرت من فريق ضعيف جدا 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 اسمه أرتا سولار في مباراة الذهاب 2-0، الجمهور اللي كان موجود النهارده في المدرجات وشايف فريقه خسران الشوط الاول في استاد الرعب استاد القاهره 1-0 من الفريق الضعيف جدا 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 أرتا سولار، هو الجمهور اللي فضل مساند الفريق مع بدايه الشوط الثاني وهتف بالدم بالروح الماتش مش هيروح، اللي شجع اللاعبين، اللي شجع المدرب، اللي شجع الفريق بالكامل، اللي خلاهم النهارده حرفيا في الشوط الثاني في 38 دقيقه سجلوا 4 أهداف وكالوا النجيلة بأداء رائع جدا. علشان كده لو هنسب اللي حصل النهاردة لحد فهنسبه لجمهور الزمالك أولا، وبعد كده نتكلم على لاعبين تألقوا، على لاعبين تميزوا، على لاعبين عملوا شغل كويس، على مدرب
سهل وصعب، كويس ومش كويس، كبير ومش كبير. هتقول لي انت بتقول الغاز؟ هقول لك ده حالك وحالي وحال اي حد بيتفرج على الكوره. ليه؟ اوسوريو كاسيبي مدرب كبير. اوسوريو في بعض اللقطات وفي بعض المباريات او بعض الاوقات في بعض المباريات بيعمل حاجات عظيمه جدا، بس هو يجننك، يحيرك، يبدا بتشكيل غلط يعدل في الشوط التاني، يبدا بتشكيل صح يبوظوا الشوط التاني، يعمل خطه ما تفهمهاش انت نفسك ما تفهمهاش، وغالبا اللاعبين في الملعب ما بيبقوش فاهمين زي ما حصل النهارده في الشوط الاول وهنشرح فنان الامر. وبعدين تقعد تقول لنفسك طب هو اسوري ده المفروض يكمل ولا ما يكملش؟ طب هو كويس ولا مش كويس؟ يقعد يحيرك، يقعد يضايقك. طيب هحسبها لك حسبه ثانيه، وانا هنا مش بدعو مثلا ان اسوري المفروض يمشي، بالمناسبه يعني اللي هقوله دوت مش معناه ان اسوري هيمشي، انا بمهد اهو قبل ما اقول. انا لما باجي اشتري لعيب، انا نادي باجي اشتري لعيب في اوروبا، سيبك من اللي بيحصل في الدوري المصري، في اوروبا يعني، يبصوا على اللعيب دوت يقول لك اللعيب دوت خطر. يعني ايه اللعيب ده خطر؟ ان هو لعيب كويس بس انفعالاته سريعه، عنيف، ممكن ياخد طرد في اي وقت فيبوظ لي الماتش، ممكن يعمل ازمه، ممكن يعمل مشكله، ممكن يعمل تاكلينج يبقى فيه ضربه جزاء، فاللعيب ده خطر. فهو صحيح كويس بس مش هجيبه عشان ده خطر. اوسوريو كده، اللي هو مدرب كويس جدا بس بيجي زي يعمل مقالب بايخه زي النهارده او زي المبارتين ارتا سولار، اللي هو فجاه تلاقيه عمل حاجات غريبه، اوفر كوتشنج، فلسفه زياده، فتبوظ الدنيا. اللي حصل النهارده في المباراه ببساطه شديده للي اتفرج على المباراه فنيا، يعني انه الشوط الاول كالعاده اوسوريو بيزودها اللي هو فتوح ثالث في خط الدفاع، مش في النص ولا ليفت باك مثلا ولا ظهير ايسر، انه مصطفى الزناري هو اللي ناحيه اليمين وحمزه المسلوسي هو اللي في نص الدفاع، انه عمر جابر في النص وشيكابالا معاه في النص ثمانيه، انك ما تعرفش زيزو فين، وما تعرفش ولا تعرف ناصر منسي وسيف الجزيري مين فيهم مهاجم ومين بيتطرف على اليمين او على الشمال. لخبطه كبيره جدا. اللخبطه دي تمنها ايه؟ ان انت تحس انه لعيبه نادي الزمالك ما بتلعبش كويس، فانت بدورك كمشجع او متابع تنتقد لاعب الزمالك. بس هو في حقيقه الامر، وهشرحها لك على اللي حصل في الشوط الثاني لما بدا يلعب 4-1-4-1 زي الناس والحاجات اللي مفهومه، ان حط كل لاعب في مكانه، ان عمر جابر بقى ناحيه اليمين باك يمين، ان احمد فتوح بقى باك شمال، انه زيزو بقى جناح ايمن، ان مصطفى شلبي بقى جناح ايسر، والامور بقت سهله. فتلاقي ببساطه زيزو واخد الكوره ناحيه اليمين، عمر جابر بيجري له على الخط ناحيه اليمين فيدي له السروف، عمر جابر يرفع، تلاقي احمد فتوح ناحيه الشمال بيجري، مصطفى شلبي بصيله ويرفع، والحياه سهله وبسيطه. اوباما نزل بقى يصنع اللعب، بقى يبصي هنا ويبصي هنا، والحياه سهله وبسيطه وجميله. ليه؟ ان كل واحد بقى فاهم دوره في الملعب. لكن واضح ان انت لما تعوز تعمل ادوار مركبه لعيبه نادي الزمالك ما بتفهمهاش. خلاص احنا فهمناها، وتوقع، مش اتوقع، متاكد ان الجهاز المعاون فاهم انه اللعيبه مش قادره تعمل ادوار مركبه، اللي هو لو سمحت انت هتدافع شويه وتخش في نص الملعب شويه، بعد كده عايزك في منطقه الجزاء بتاعه الخصم، بعد كده عايزك بسرعه ترجع تدافع. الادوار المركبه دي غالبا مش عارف يعملها لعيبه الزمالك الموجودين دول، وغالبا ما بيعملهاش لعيبه كتيره في مصر اصلا. فانت يا عم مش بتدرب مانشستر سيتي، ما تلعب السهل. وبعدين انت بتلعب مع مين؟ بتلعب مع ارتا سولار. يعني انت مش محتاج تفاجئهم بخطه خزعبليه، بطريقه لعب جهنميه. انت بتلاعب فرقه سهله جدا، ما تلعب المعروف. ليه بتجود؟ ليه بتحط الزمالك في وضع صعب؟ عشان كده في البدايه قلت هو النهارده الزمالك فرحنا انه الكره المصريه عيب لما يبقى ممثلها الكبير نادي الزمالك يخرج لا قدر الله كان من دور ال 32 في بطوله الكونفدراليه الافريقيه، اللي هي بطوله المفروض اسهل كمان من دوري ابطال افريقيا، ومن فريق اسمه ارتا سولار. فاحنا مبسوطين وفرحانين طبعا، ومن حق جمهور الزمالك يفرح عشان ما كانش مستحمل خبطات تانية. بس كده كده الزمالك الطبيعي انه يكسب ارتا سولار، طبيعي وبسهوله، ومن مباراه الذهاب تكسبها وتكسب مباراه العوده، والامور تبقى وما يخش فيك هدف وكل الامور دي، وما يسجلوش اصلا فيك اي هدف.
بس هقول اللي حصل والزمالك كسب. انا شايف ان اوسوريو محتاج يبدا يسمع جهاز المعاون. انا اتصور ان جهاز المعاون كان ليه دور ما في اللي حصل في الشوط الثاني، دور قوي يعني، وكويس ان هو خد برايهم لو ده حصل يعني. بس يسمع بقى والزمالك مش مستحمل تأليفة، مستحمل ايه؟ انك تلعب السهل وانت مدرب كبير. ما هو اللي جننك ان الراجل ده فعلا مدرب كبير، سي في وشغل واجتهاد، واللعيبه تقول لك انه راجل مجتهد جدا في التدريبات وبيشتغل بايده وكل حاجه. ما انت مش قادر تهاجمه حتى، يعني مش قادر اطلع اقول لك النهارده اوسوريو النهارده اثبت رسميا انه مدرب ضعيف، هبقى بكذب. اوسوريو النهارده اثبت انه مدرب عظيم، هبقى بكذب. هو حطك في حته مشوشه، هو حاطط نفسه فيها وحاطط اللعيبه فيها وحاطط الجماهير فيها وحاطط المتابعين فيها بدون داعي. عموما الف مليون مبروك لنادي الزمالك، واولا واخيرا جمهور نادي الزمالك، وفي النص لاعبي نادي الزمالك اللي ادوا بشكل رائع جدا في الشوط الثاني النهارده باداء كبير جدا. النهارده اوباما، شيكابالا، وزيزو والمسلوسي. اوباما اتكلم عنه الاول. اوباما شارك في الشوط الثاني. انا كنت مستغرب ان اوباما مش موجود في التشكيله الاساسيه، وكنت برضو حاجه من الحاجات اللي مجناني يا جدع، انت بقالك مباراتين اوباما هو اللي احسن لاعب في الفرقه، تلعبه في النص جامد، تلعبه مهاجم جامد، تقعده على الدكه ليه النهارده؟ فعرفنا بعد كده وسمعت تصريحات الكابتن مدحت عبد الهادي ان اوباما كان عنده شد في الاماميه، شد خفيف، فده اللي خلاه قاعد على الدكه النهارده. بس الراجل اوباما نزل الملعب طلع نار من بقه، طلع نار من بقه، سجل الهدف الاول، صنع الهدف الثاني، صنع الهدف الثالث، وباداء كبير جدا وباداء رائع جدا. فاوباما النهارده نجم المباراه طبعا طبعا. المسلوسي، حمزه المسلوسي، هو اللي سجل هدف الرابع، هدف صعود نادي الزمالك للدور القادم. وهنا هقف برضه لحظه، حمزه المسلوسي من ارجل واشجع واكثر لاعبي الزمالك اخلاصا والتزاما الفتره الماضيه، ده بشهاده كل المدربين اللي اشتغلوا معاه وبشهاده زملائه. وكأن هذا الهدف اللي صعد بالزمالك لهذا الدور هو مكافأة لمجمل أعمال حمزة المسلوسي خلال الفترة الماضية، يستحقها. محترف كبير ومحترف رائع مع نادي الزمالك، رغم أنه تعرض في بداياته لانتقادات عديدة، ولكنه أثبت أنه في أي مكان موجود مدافع في خطة فيها أربعة رائع، مدافع في خطة فيها ثلاث مدافعين رائع، مدافع في كظهير أيمن رائع. بص، في كل الأوقات حمزة المسلوسي بيأدي على الأقل على الأقل بحماس ورجولة، مع طبعا إمكانيات لاعب دولي في كل الأحوال يعني. النهاردة كان يوم صعب على جماهير الزمالك، الله يكون في عونهم. جمهور الزمالك فعلا عانى كثيرا على فترات متباعدة وطويلة، ودايما جمهور بيستحمل. أنا بقول لك النهاردة أنا تصورت بس يعني تصورت غلط، يعني جمهور الزمالك دوت من بعد الهدف اللي دخل في الزمالك هيبدا يهاجم الفريق وهيبدا يهاجم اللاعبين والامور هتبوظ اكتر، وقلت يعني الدنيا هتروح لسكه مش لطيفه. جمهور كالعاده جمهور الزمالك واقف مع الفرقه، فضل يساند في الفرقه، فضل يشجع في الفرقه، حاجه عظيمه. مشهد كان رائع النهارده، مش كده؟ قلت انا هبدا بجمهور الزمالك، مش هقعد ارغي بقى في تفاصيل كثيره. هو جمهور الزمالك المكسب النهارده. تخيل لو المباراه ديت ما كانش فيها جماهير، تخيل معايا لو المباراه دي ما كانش فيها جماهير، كان الزمالك هيطلع خسران من المباراه، خسران، مش حتى كسبان، نتيجه ما تصعدوش، هيطلع خسران اصلا من هذه المباراه. ماشي. بعد المباراه اوسوريو مدير الفني للفريق منح لاعبي الفريق راحه لمده يومين بعد الفوز على ارتا سولار، وعايز يريح اللعيبه شويه قبل مباراه الدوري القادمه. مباراه اكيد هتكون من المباريات الصعبة ومش السهلة، هي مباراة البنك الأهلي، عشان البنك الأهلي عنده فرقة محترمة جدا. المباراة تكون يوم 7 أكتوبر القادم إن شاء الله في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز يوم السبت بإذن الله. خلال الساعات اللي فاتت كان في محاولات من لاعبي الزمالك عشان يعملوا جلسة صلح بين أوسوريو ومحمود علاء مدافع الفريق بعد الواقعة اللي كانت بينهم، وبسببها تم تغريم محمود علاء 250 ألف جنيه، خصوصا انه محمود علاء حضر مباراه الفريق امام ارتا سولار النهارده من الملعب، والامور محتاجه كثير من الهدوء الفتره اللي جايه، كثير من الهدوء بصراحه يعني. ارجو من لاعبي نادي الزمالك انه يبقى اكثر هدوءا، ارجو من الجهاز الفني انه يبقى اكثر تفهما، عشان فعلا
الزمالك في ظروف مش احسن حاجه، مش احسن حاجه، هو محتاج تكاتف الناس كلها، فهتتكاتفوا الزمالك هيبقى في حال كويس، مش هتتكاتفوا الزمالك هيبقى خسران وانتوا كلكم هتبقوا خسرانين مع الزمالك. فالمصلحتك انت يعني، حتى لو مش بتفكر في مصلحه الزمالك فكر في مصلحتك الشخصيه، بكلم كلاعب او كمدرب. ده فيما يخص نادي الزمالك. اما فيما يخص النادي الاهلي تعالوا نشوف. محمود كهربا نجم الاهلي بقى جاهز للمشاركه مع الفريق بشكل طبيعي قدام انبي رغم قرار ايقافه المحلي لمده 6 مباريات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انه قرار الايقاف بتاع كهربا هو قرار ايقاف في الدوري الممتاز فقط، هو توقف مباراه المصري ففاضل له 5 مباريات في الدوري، اما مباراه انبي القادمه فهي في نصف نهائي كاس مصر يوم الاربعاء القادم ان شاء الله، وبالتالي كهربا بشكل طبيعي هيشارك في المباراه القادمه امام انبي. نفس الامر بالنسبه للمحترف المغربي رضا سليم. رضا سليم خلاص تاكدت جاهزيته لمباراه انبي بعد ما شفي من اصابته بكدمه في الركبه تعرض ليها خلال المباراه الماضيه. رضا خلاص تعافى تماما وبقى جاهز لمباراه انبي، عنصر مهم جدا في تشكيله النادي الاهلي. موديست هيبقى موجود في قائمه مباراه الاهلي وانبي، هيبقى موجود وهو جاهز، والراجل مارسيل كولر لسه شغال في البرنامج التاهيلي بتاعه التاهيلي والبدني عشان يبقى اللاعب جاهز بشكل كامل للمشاركه في المباراه، بس هو هيبقى موجود في قائمه مباراه انبي. هل يشارك اساسي ولا لا؟ غالبا مش هيشارك اساسي في مباراه انبي، هيبقى كهربا هو اللي هيبقى اساسي في التشكيله. وبمناسبه مباراه انبي، مارسيل كولر هيعمل بعض التغييرات في تشكيله الاهلي قدام انبي، ابرزها طبعا عوده مروان عطيه واليو ديانج في وسط الملعب، وعوده بيرسي تاو لخط الهجوم تحديدا في الجانب الايمن، والاهلي هيغيب عنه عمرو السوليه وكريم نيدفيد ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح وايضا صلاح محسن بسبب الاصابه. في اطار ذكاء النادي الاهلي واداره النادي الاهلي في التعامل مع اللاعبين، خد بالك انت دلوقتي عندك نجوم كتيره وعندك لعيبه مميزه كثيره وعندك لاعبين جدد دخلوا الفريق وعندك عقود بتكبر ماليا، فالنادي الاهلي قرر انه يعدل عقود الثلاثي الاجنبي علي معلول وبيرسي تاو واليو ديانج سواء من ناحيه المده او من ناحيه الجانب المادي. بالنسبه لعلي معلول هيتم تفعيل خلاص تمديد تعاقده الموسم اضافي، ونفس الامر لبيرسي تاو، وهيتم تجديد عقد اليو ديانج وهيزوده الراتب بتاعه لـ1,000,000 دولار سنويا. ذكاء من الاهلي، ذكاء، والاهلي عنده محترفين ممتازين بصراحه، ممتازين كلهم يعني. النهارده الاتحاد الافريقي لكره القدم اعلن بشكل رسمي جوائز بطوله الدوري الافريقي اللي هتنطلق يوم 20 اكتوبر الجاري ان شاء الله بمواجهه الاهلي وسيمبا التنزاني، والكاف قال انه الجوائز هتكون جذابه جدا بالنسبه لكل الفرق، واحنا كنا قلنا لكم الجوائز دي قبل كده بس بما ان الكاف اعلنها بشكل رسمي، احنا كنا قلنا لكم بشكل حصري يعني، بما انه اعلنها بشكل رسمي فاحنا بنعيدها لحضراتكم مره اخرى. المركز الاول هياخد 4,000,000 دولار، الوصيف هياخد 3,000,000 دولار، والوصول لنصف النهائي اللي هي الفريق اللي هيوصل لنصف النهائي هياخد 1,700,000 دولار، والمشاركه في البطوله هياخد 1,000,000 دولار. طيب معايا عبر الهاتف الان واحد من اساطير نادي الزمالك، واحد من ابرز نجوم نادي الزمالك على مر التاريخ، المرشح لرئاسه نادي الزمالك الكابتن الكبير كابتن فاروق جعفر. يا كابتن فاروق مشرف ومنور كالعاده. ربنا يخليك كريم، ازيك حبيبي؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ الحمد لله، اخبارك انت تمام؟ انا زي الفل. قول لي تابعت المباراه ازاي النهارده والظروف اللي حصلت في هذه المباراه؟ المباراه اللي كانت صعبه جدا يعني على الزمالك النهارده. انا كنت بتابع المباراه، كنت شغال النهارده الحلقه اذاعه المباراه دي. والواحد يعني ربنا يعلم بيها، الواحد توتر واعصاب، والمباراه دي راحت وجت وراحت وجت يعني، بس الحمد لله. طبعا انا ببارك الاول لجماهير نادي الزمالك وببارك للعيبه والجهاز الفني وبقول لهم مبروك، ويعني عملتوا النهارده
عملته انجاز كبير يعني. بعد انت متاخر 3-0 وترجع للمباراه وتكسب 4-3 بالورقه والقلم يعني انجاز يعني. حتى ما تسالش عن الاداء، اسال انت ايه اللي طلعت بيه من المباراه. فانت الحمد لله الاداء النهارده، حتى لو في الشوط الاول ما كانش بشكل كويس، ما كانش مرضي، لكن الشوط الثاني اداء جيد، كل اللعيبه كانت في حاله كويسه، كان عندهم اصرار وعندهم قدره على ان هم يرجعوا للمباراه بشكل كويس منظم. تغييرات، وانا يمكن كنت وكان ليا مش عتاب، كان ليا وجهه نظر ان اوباما في الحاله الفنيه اللي هو فيها لازم يكون في الملعب. هو الجهاز الفني يا كابتن، الجهاز الفني يا كابتن فاروق بعد المباراه قال انه اللاعب كان عنده شد خفيف في العضله الاماميه، وده سبب وجوده على الدكه. ما كانش لو عنده شد ما كانش نزل ملعب، مفيش كلام ده. احنا بنقول مبرر، ما عيب، مش مشكله ان انت تقول ما وفقتش في التغيير يعني. طب ما هو الماتش اللي فات قعد لعيبه، ماتش المقاولين كان بيلعبوا في المباراه اللي قبليها وبعدين قعد لعيبه. احنا مش يعني احنا نادي كبير على ان احنا نقول الكلام الحجج دي اللي مالهاش لازمه. مش عيب ان انا ما كنتش موفق في الاختيار، ومش عيب ان انا اصلح الاختياراتي ما كنتش موفق فيها، ومش عيب ان انا اقول لما كنتش النهارده انا ما كنتش موفق واللعيبه هي النهارده اللي كانت موفق. النهارده صاحبه يعني صاحبه المكسب الجماهير واللعيبه هم اللي صح. عملوا النهارده الحاله صح. وحاله الاستقرار دلوقتي في 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 الجهاز الفني صح. ان انت كسبت. طيب كابتن فاروق، كسبت الجماهير وكسبت المباراه. طيب كابتن فاروق، حضرتك في اطار حديثك بتقول انه النهارده كان انجاز انه الزمالك قدر يكسب 4-3 وكلنا بنقول كده، بس ايه اللي خلانا نوصل جميعا نقول انه الزمالك لما يتخطى فريق زي ارتا سولار، فريق ضعيف بلا تاريخ افريقيا وفي دول 32 من الكونفدراليه، ان احنا نضطر نقول انه الزمالك النهارده عمل انجاز؟ يعني هو الزمالك النهارده خلي بالك، انت عشان تجيب هدف في فرقه فاجئتك في المباراة الأول، في المباراة الأولى أن تكسبك 2-0 ده كان مشكلة كبيرة جدا. وبعدين النهاردة بدأت المباراة راحوا جايبين هدف كمان فيه، فأنت دخلت في مشروع بقى أن أنت إزاي تخرج من المشروع ده وأنت كسبان. أنا شايف أن اللعيبة أدت بشكل كويس، بشكل تحس أن اللعيبة كان عندها إصرار وكانوا رجالة في الملعب، واللعيبة معنوياتهم بيدوروا على المكسب. الهدف هيزيد من معنويات، هيعمل ارتقاء للافكار والتركيز. وده اللي حصل. اللعيبه النهارده قعدت تقاتل لمده مثلا في الشوط الاول، وانت طلعت الشوط الاول خسران، رحت الشوط الثاني نزلت فرقه ثانيه غير الفرقه الاولانيه دي خالص، فرقه في كل حاجه، في الاداء، في الفنيات، في اللياقه البدنيه، في الضغط، في الاصرار، تركيز، كل عناصر الكوره وكل عناصر النجاح كانت موجوده الشوط الثاني. صحيح. عشان كده انت كسبت. لكن انا ضد مبدا ان انا اقول مثلا الزمالك في الظروف دي لعب كويس او لعب وحش. انا الظروف دي بتعرضك لفرق عشوائيه الاداء، بياخدك بتروح معاه. والنهارده هو ده اللي حصل. انت مش عارف توصل للمرمى الشوط الاول خالص، ورغم انت مش عارف توصل للمرمى راح جاي فيك هدف. لكن الحاجه اللي تتحسب للعيبه، واللعيبه رجاله النهارده، والجماهير كمان كان بتدعمهم بشكل كويس، ان انت رجعت للمباراه وقدرت تجيب 4 اهداف. طبعا يعني بالورقه والقلم ده حاجه طيب، حاجه كويسه جدا. طيب كابتن فاروق، طبعا كابتن فاروق عايز اسالك سؤال بقى. كابتن فاروق الاسم الكبير والمدرب الكبير، انا دلوقتي لما عاوز احكم على اسوريو اقول مدرب جيد ولا مدرب غير جيد ولا مدرب عامل ازاي؟ يعني احنا طول الوقت هو كنت لسه بتكلم قبل حضرتك بتدخل، هو مش مفهمنا يعني، مش قادرين نحسب نقول ايه الراجل ده ضعيف الراجل ده جيد. هو طول الوقت يا اما يعمل شويه لقطات كويسه يا اما يعمل لقطات كثيره سيئه جدا فنيا يعني. فهو ايه انت بقى شايفه ازاي يا كابتن فاروق؟ انا شايفه ان هو ممكن بيعمل افكار تمشي، وساعات بيعمل افكار بيبقى عليها تعليقات وانتقاد جامد جدا زي الشوط الاول ما يعني. انا عندي مثلا اوباما حاله كويسه اما قعده بره، عندي مثلا حسام عبد المجيد اما قعده بره، عندي مثلا بتكلم على نيمار ما قعده بره. فانت يعني بتخلق لنفسك مشاكل رغم ان انت عندك استقرار في الفرقه. يعني انت هو نجاح المدرب في طريقه لعب وتشكيل، هو ده نجاح المدرب. لازم يستقر على التشكيل. انا ما ينفعش ان انا كل مباراه اغير اللعيبه، ما ينفعش. حتى الانسجام التوافق في الاداء
نفسيا ومعنويا مع بعض اللعيبه. دي الماتش بتخلي اللعيبه تاخد بره التركيز. هو ممكن هو حاسس بكده، ما ممكن يكون بيتفائل، ممكن اي حاجه ان تخليه كل مباراه يغير 6-7 لعيبه. ما يعني ما شفناش كده في الكوره، كلنا شغلنا ولعبنا ما شفناش كده في الكوره. طيب كابتن فاروق، حضرتك وانت مرشح لرئاسه نادي الزمالك، لو في وضع مسؤوليه الان تعمل ايه مع اوسوريو؟ قرارك ايه اتجاه اوسوريو؟ ما حدش هيمشي مدرب الا اذا كانت النتائج سيئه. طول ما النتائج انت بتكسب وطول ما الامور ماشيه فانت ما تقدرش تيجي جنبه. لكن وانس ان النتائج بدات تهز، ما فيش استقرار في الحاجات دي، فانت لازم تتدخل. يعني هو لو كان خسر النهارده كان هيمشي؟ هو ما فيش مجلس اداره عشان يمشيه، خلي بالك. ولا مين وبعدين انت عندك اللجنه الموجوده، لجنه تسيير اعمال مالهاش دعوه بالكلام ده خالص، يعني مالهاش دعوه بالفنيات بالكوره لا، دي تسيير اعمال، تكلم في اشتراكات، هتعمل انتخابات، لكن هي مش شغلتها. ده انا كنت من فتره قلت لازم نعمل في الفتره اللي هي فيها النادي مش هيبقى فيه مجلس اداره واللجنه الثلاثيه دي ضيوف عندنا وهيمشوا، اعملوا لجنه من اولاد النادي تبقى بتتابع مع عبد الواحد السيد ازاي يبقى فيه التواجد في النواحي الفنيه او الكلام مع المدير الفني او وده كان اصلح حاجه. يمكن الناس ما وافقتش والناس ما وافقتش، الكلام ده مش لصالح النادي. انت عندك لسه عندك ماتشين قبل الانتخابات، فانت بالتالي لازم انت محتاج لجنه على الاقل 2-3 يكون بتوع كوره اسامي كويسه، يشتغلوا في التدريب عينهم كويسه على اللعيبه ويتكلموا معاه. لكن انا ما يعني صعب ان انت كمان تقول على المدرب وحش او كويس في التوقيت ده. ممكن هو مش عارف اخره الدنيا ماشيه معاه ازاي، انا هيستمر انا مش هيستمر، المجلس اللي هيقعده هيمشيه، هو كمان مش مستقر نفسيا يعني ومعنويا. طيب كابتن فاروق، انا عايز اكلمك بشكل عام فيما يخص كل المرشحين اللي داخلين انتخابات نادي الزمالك واولهم حضرتك طبعا. في سؤال جمهور الزمالك دايما بيساله، يقول لك ايه، في مرشحين كتير نازلين انتخابات نادي الزمالك واول ما هيكسبوا هيبداوا يقولوا يا جماعه النادي فيه مشاكل كتير واحنا مش عارفين نحل وعندنا ازمات. فبيقول لك دايما اللي عارف مشاكل الزمالك يخش يحلها، ما يقولش ان في اكتشفنا مشكله او حصل ازمه ومش عارفين نحلها. رايك ايه في الكلام ده؟ انا هي بكلم على فكره مش بس كابتن فاروق المرشح لرئاسه نادي الزمالك، انا بكلم واحد من رموز نادي الزمالك. طيب انا عشان اخش وابقى عندي الجراءه ان انا اخش في الترشيحات بتاع مجلس اداره النادي لازم اكون عارف موقف نادي الزمالك المادي، موقف نادي الزمالك مثلا في البطولات عامل ازاي، مجلس اداره نادي الزمالك عنده مشاكل في العضويات عامله ازاي، يعني عندنا حاجات كتير قوي. لازم انت تكون بتدرس الكلام ده عشان انت ما تيجي تخش في بقى في المنظومه دي وتقدر تشتغل تبقى عندك علم وعندك ثقافه بالحاجات اللي مرت على النادي. لكن انا مش هخش وابقى رئيس النادي وانا مش عارف ايه اللي موجود في النادي وبعدين حد ابحث اقعد لي سنه ولا سنتين، لا. انا لازم ابقى عارف نادي الزمالك. اولا انت ما بتيجي تتكلم على المديونيه لازم تتكلم المديونيه بالورقه والقلم. عايز تتكلم على الايقاف وفك الايقاف لازم بالورقه والقلم. طب مين سبب الايقاف وكل ده عشان تحل المشاكل بالورقه والقلم. انت لو عندك هتجدد للعيبه او لعيبه، مش بنتكلم على الكوره، كل الالعاب، او انت مش عارف الالعاب دي هتجدد للعيبه في حدود كام من المال، يبقى انت مش يعني مش ما تبقاش موفق. انا عندي دلوقتي مشروع، مثلا عندي مشروعين، المشروع الاول اللي هو بتاع 6 اكتوبر، المشروع الثاني بتاع مرسى مطروح. مرسى مطروح ده يعني حاجه صيفيه الناس بتروح تتمتع فيها، فلازم كل واحد عنده اسره ولا حاجه يتمتع ويشوف هو قد ايه الامكانيات موجوده هناك ونطور الامكانيات. وعندنا ناس كتير قوي تطور وتزود عدد الاماكن اللي موجوده، ما بدل ما احنا قاعدين بيقولوا هيسحبوا الارض او سحب، لا احنا نجري ونشتغل، احنا نرجع الارض تاني ونبتدي نجيب ناس مطورين يعملوا لنا مرسى مطروح بشكل كويس ويليق بنادي الزمالك. الحاجه الثانيه لو رحنا على 6 اكتوبر، 6 اكتوبر الكلام فيه اكثر مما يحدث فيه. كلام كتير جدا، بعدين في الاخر انت مش واخد منتج، الناس كلها بتتكلم، لا انا بقول 6 اكتوبر ده حاجه يعني حاجه كبيره جدا وحاجه فخمه، مشروع كبير 128 فدان المفروض احنا
بنبقى عاملين حسابنا طب هنعمل فيهم ايه. صحيح. لا بص لا كابتن فاروق انا عشان بس الكلام ده مهم جدا والكلام ده لازم يتفرد له مساحه، فانا هستاذنك في وقت قريب لو تسمح يعني تنورنا ونتكلم في هذه الامور تفصيلا عشان كمان جماهير والجماهير الرمائيه في نادي الزمالك يسمعوا الكلام ده، عشان اكيد كلام مهم جدا لو تسمح. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن الكبير كابتن فاروق جعفر، واحد من الاسماء الكبيره واحد من رموز نادي الزمالك ومرشح لرئاسه نادي الزمالك، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. نكمل نروح لبيراميدز والسوء الحظ، لسوء الحظ اللاعب ده عنده سوء حظ كبير بس ان شاء الله ربنا يعوضه. يعني ابراهيم عادل تعرض ليه كسر في الكاحل وهيغيب طبعا يعني فتره مش قليله عن المباريات، وهو سهمه طالع جدا سواء مع المنتخب الاولمبي او مع بيراميدز تجي له هذه الاصابه. دكتور مصطفى المنيري قال انه التشخيص النهائي للاصابه والفحوصات الطبيه بينت ان هو تعرض ل إصابة في الكاحل أو كسر في الكاحل في مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا. هيتحدد مدة غيابه خلال ساعات بعد بعض الإشاعات الأخرى، بس عموما إن شاء الله يرجع زي ما هو واحد من أحسن لاعبي الكرة المصرية إبراهيم عادل كابتن وقائد ونجم منتخبنا الأولمبي. طيب في حكاية كده إنه انبي عايز يلعب سوبر الابطال، وزي ما قلت لحضراتكم من كام يوم بحسب ما اعلنت او اعلن اتحاد كره رابطه الانديه انه اللي هيشارك في سوبر الابطال مع الاهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا هو انبي لو وصل نهائي كاس مصر، يعني تخطى الاهلي في نصف النهائي ووصل نهائي كاس مصر، ولو انبي ما قدرش يوصل لنهائي كاس مصر يلعب فيوتشر رابع الدوري هو رابع الفرق في سوبر الابطال. انبي مش عاجبه الحكايه دي، نفهم اكتر من الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي. استاذ ايمن مشرف ومنور، ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ اتفضل. تمام الحمد لله. اتفضل يا فندم. هو بس مش انبي مش عاجبه، انبي اول الطايعين هايل، بس انبي اداره انبي بتشتغل بمعايير، ولازم لما نيجي نتكلم في حاجات تناقش العقل. صحيح. انا مش عايز ولا انا رافض ولا هو كده، لا خالص. هو الموضوع بسلاسه ان نادي انبي وصل للمربع الذهبي في كاس مصر، صحيح، اربع فرق، صحيح، وفيوتشر وصل للمربع الذهبي في الدوري، مظبوط، اربع فرق، صحيح. كاس السوبر اصلا الكونسبت بتاعه من الاول ان لازم حد بيمثل دوري وحد بيمثل كاس، صحيح، وهو سوبر عشان كده، صحيح. فالنهارده في كاس مصر الاهلي بغض النظر كسب او خسر، الاهلي اول الدوري فبيمثل السوبر، وبيراميدز تاني الدوري فبيمثل السوبر، دول اللي من الدوري، دول الفرقتين من الدوري، خلاص، صحيح. بما عندي انا في الكاس الثالث الزمالك، والزمالك وفقا لبيان الاتحاد تم حرمانه من التمثيل في السوبر، صحيح. فانا مش محتاج ان انا اكسب الاهلي، انا اللي بمثل بغني ان انا موجود في المربع الذهبي، مظبوط. طيب الناحيه الثانيه، تفضل الاستاذ الحاج عامر حسين طلع ببيان وقال لا، اذا انبي خسرت من الاهلي فاحنا فيوتشر اللي هيطلع يمثل في كاس الرابطه، في سوري في كاس السوبر. انا بالنسبه لي الكلام ده انا مش مستوعبه، مش عشان حاجه. هو دلوقتي احنا في المربع الذهبي وفيوتشر في المربع الذهبي، كل التقدير والاحترام لنادي فيوتشر برئاسته بحبايبنا، وطبعا ما فيش اي حاجه، نتمنى لهم كل خير. انما بالمعايير اللطيفه اللي بتشوفها، انبي في المربع وفيوتشر في المربع، بل بالعكس ده انبي اللي خرجت فيوتشر من الكاس. فالاقي ان انا لما اخسر من الاهلي اللي مش هيغير اي حاجه من خروجي من المربع لان افضل في المربع، وفيوتشر ترتيبه زي ما هو مش ثالث مثلا فليه افضليه، بل بالعكس الافضليه للانبي، الافضليه للانبي لانها بتمثل الكاس، والافضليه للانبي انها طلعت فيوتشر من الكاس. فانا لما الاقي ان انا اذا خسرت من الاهلي فيوتشر اللي يطلع، ده بالنسبه لنا كلام مش منطقي، ملوش معيار. فلما اقف ما اعرفش اقول للاعيبتي ايه اللي اجتهدت وصلت للمربع الذهبي، وفيوتشر الناحيه الثانيه وصلت المربع الذهبي، ف
ففي كلام كده يعني، في كلام مش يعني انا مش مستوعبه فقط لا غير. احنا مش بنقول احنا لازم نطلع، احنا هنطلع اطلاقا، احنا بنعرض وجهه نظرنا المنطقيه اللي بتخاطب العقل. حلو ده كلام. اتفضل. ولو في كلام منطقي اكتر منه يا ريت نعرفه عشان نتعلم. طيب. ما عندناش اي مشكله. هل في هذا الامر خطواتك رسميه ولا هي خطوات اعلاميه؟ يعني هل اتكلمت او بعت مخاطبات رسميه تسال هل طلبت مشاركه انبي في البطوله ولا لسه انت بتعرض الكلام دوت اعلاميا؟ لا انا بعت، لا اعلاميا ازاي، انا بعت خطاب رسمي للاتحاد وبعلن رسمي رفضي لفكره المعيار بتاع ان انا اكسب الاهلي علشان امثل السوبر. موافق ان انا اكسب الاهلي عشان اطلع السوبر اذا كان في مقارنه الناحيه الثانيه في كاتيجوري اعلى اللي هو فيوتشر في ثالث الدوري. تمام. انما احنا الاثنين في المربع، ما تجيش تقول لي الكاس ملوش ترتيب والدوري ملوش ليه ترتيب، ده كلام طبعا يعني انا بالنسبه لي مش مستوعبه. ده غير انه انت على حسب كلام حضرتك انه كده السوبر لو امبي ما كسبش الاهلي السوبر مش هيبقى فيه حد ممثل من كاس مصر. لا ده السوبر، كده هيبقى فيه ممثل ثلاث فرق من الدوري وواحد كاس الرابطه وفرقه من، وانا شايف ان الكونسبت اصلا اللي طلع عليه تسويق بطوله السوبر انها بتمثل كل البطولات المحليه اللي موجوده في مصر. صحيح. فهو مين اللي بيمثل الكاس في البطوله دي؟ هتلاقي اللي بيمثل الكاس في البطوله دي فيوتشر اللي طلع بدل امبي. اللي امبي اصلا طلعته من الكاس. فتلاقي نفسك دخت يعني مش صح. مش عارف ايه اللي بيحصل. صح. طيب يعني كل التوفيق ليكم، انتوا بصراحه اداره محترمه يا استاذ ايمن وعندكم دلوقتي كمان فرقه محترمه جدا حتى لو البدايه مش احسن شيء، بس انتوا انهيتوا الموسم، وانا كنت بتكلم مع الكابتن تامر مصطفى في فتره وكان معايا ضيف هنا وقلت انه ما كانش ينفع يشتغل الشغل العظيم دوت الا لو اداره بتعرف تساند وتعرف تدعم بشكل محترم جدا. البدايه السنه دي مش احسن شيء، بس انتوا عوايدكم الصبر، صابرين على الكابتن تامر وصابرين على الفرقه. هي البدايه مش احسن شيء ولا حاجه. هي نادي امبي ليه ايدنتيتي مختلفه. نادي امبي دايما بيسعى للتطوير. والتطوير بيحتاج ان انت تصبر وتتحمل الخسائر. وتتحمل الضغوط. احنا اول ماتشين كان بيلعب في الماتشين دول سته من قطاع الناشئين لامبي. احنا مواليد 2001 2003 كانوا بيمثلوا اكتر من نص الفرقه. ممتاز. ودي الايدنتيتي بتاعت امبي اللي احنا مصممين عليها. وبنيجي اخر الموسم يقول لك امبي باع بكذا. امبي باع بكذا مش من فراغ. امبي باع بكذا لقوه التحمل واستيعاب التطوير واستيعاب مشاكل الولاد واخطائها لغايه لما بنصلحها. دي شغلانه صعبه. بيتحملها تامر وبيتحملها الاداره وبيتحملها كل اللي قايمين على الكوره في النادي. صحيح صحيح. انا بصراحه بحييكوا استاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي، بصراحه اداره محترمه، جهاز فني محترم، لاعبين موهوبين، وبصراحه برضو عشان ابقى امين معاكوا يعني هو ده النادي الاستثماري، انك تبدا تطلع لاعبين موهوبين، تبدا تطلع شباب، تبيعهم، تكسب، تعرف تشتري لعيبه ثانيه، تعرف تصرف على قطاع الناشئين عندك، عشان بعض الانديه اللي بين قوسين بيتقال عليها انديه استثماريه لما تيجي تساله تقول له هو انت بتطلع لعيبه ما بتبيعهاش ليه؟ يقول لك لا انا لن استغنى عن اي لاعب، انا لن ابيع اي لاعب، ما فيش كده، ما انت اصلا نادي مداخيلك بتجيلك من البيع والشراء والتفاصيل دي كلها. طيب. نكمل. النهارده اتحاد الكره المصري اتفق مع ميكالي المدير الفني المنتخب مصر الاولمبي على زياده راتبه 10,000 دولار عشان يجمع بين تدريب المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب مواليد 2005. ميكالي كان بياخد اصلا 55,000 دولار مع المنتخب الاولمبي، كده هياخد 65,000 دولار خالصه الضرائب بعد الجمع بين المنتخبين، وهو مدرب كبير ومحترم جدا، وخيرا فعل اتحاد الكره انه يتوصل لاتفاق مع هذا المدرب ويبقي عليه مع جيل اخر للاعبي الكره المصريه. برافو. مصدر في لجنه الحكام قال لنا شيء مهم جدا. الاول، اول ما امين عمر كان عنده الخطا اللي في مباراه الزمالك الماضيه مع المكون العرب، اتقال انه امين عمر هيتوقف، انه امين عمر هيتعاقب جامد من لجنه الحكام، لكن مصدر في لجنه الحكام اكد لنا ان بيريرا رئيس لجنه الحكام
بيرفض تماما سياسة محاسبة الحكام بالقطعة واستبعادهم من المباريات بسبب خطأ في مباراة. المصدر قال لنا إن بيريرا مش هيبعد إمام عاشور عن المباريات بشكل عام، ولكن هيبعده عن مباريات الزمالك الفترة القادمة عشان ما يحطوش أو يحط باقي الحكام تحت أي ضغوط في حال إن أمين عمر أدار مباراة للزمالك في الفترة الحالية. بيريرا بقى لما بيعوز يعاقب حكام بيعاقبهم إزاي عشان تبقى فاهم برضو؟ يعني هتلاقي حاطط الحكم في الفار، هتلاقي حاطط اللي هو الحكم الساحة ده هيحطه في غرفة الفار، هيحطه كحكم رابع، لكن مش هيقعده في البيت، مش هيوقفه، مش هيلعبه خالص. هو ده العقاب عشان تبقى انت برضه حضرتك لما تشوف مثلا يقول لك ايه امين عمر حكما للفار في هذه المواجهه، ما تقولش ايه ده هم عنده بيلعبون الماتش جاي. لا، ما هو ده عقاب، اكون ان انا بعيدك عن ارض الملعب المستطيل الاخضر في شويه عقاب. فده العقاب اللي ممكن تشوفه مع اي حكم مش بس امين عمر. وبالمناسبه بمناسبه امين عمر وخطا امين عمر، النهارده في الدوري الانجليزي الممتاز أهم دوري في العالم مباراة بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزي. صلاح بيدي أسيست للويس دياز، الراجل بيجري انفراد يسجل هدف أول يتقدم بيه ليفربول وكان يفرق في نتيجة المباراة اللي خلصت 2-1 لتوتنهام، وأحكي لك تفاصيلها بعد شوية. أوفسايد 100% خطأ، الحكم حسب تسلل، الفار حسب تسلل، والإعادة التلفزيونية بتأكد 100% إن الكرة مش تسلل. طيب ما فيهاش يعني عارف ما فيش اتنين يختلفوا عليها، حكم بيحتسب في الملعب أوفسايد وحكم في الفار بيقول إنها أوفسايد، ده أكيد هزار صح ولا غلط؟ وهي الصورة مبينة إن الكرة مش تسلل أبدا. شوف الموقف ده السريع ده الحلو ده واللي أنا نفسي نعمله ومش عيب يعني. لجنة الحكام الإنجليزية راحت نزلت على طول بيان بشأن الخطأ اللي حصل في مباراة ليفربول وتوتنهام. قالت ايه بقى في البيان؟ قالت لجنة الحكام في الاتحاد الانجليزي بتعترف بحدوث خطأ بشري خلال الشوط الاول في مباراة توتنهام وليفربول، وقالت ان الهدف اللي سجله لويس دياز وألغية بداعي التسلل من الحكم المساعد كان واضح انه خطأ كبير ونتج عنه مشكلة وخطأ، واحنا بنعتذر عن هذا الخطأ. ببساطة يعني طلعوا بيان اعتذروا عن الموقف وخلصت الحكاية. لو سمحتوا ناخد من ده درس، واتمنى في إطار التطوير اللي بتحاول لجنة الحكام الحالية تعمله إنها تعمل زي ده، مش عيب. بيان الاتحاد الإنجليزي، كابتن أمين عمر أخطأ في عدم احتساب ضربة جزاء، الكابتن محمد عادل أخطأ في عدم احتساب تسلل، الكابتن إبراهيم نور الدين أخطأ في عدم احتسابه لطرد، مش عيب. والأمور كلها يبقى فيها شفافية وراحة للجميع. في الدوري الإنجليزي بقول لك دي كرة بقى إيه؟ رسمة خط، والخط مرسوم وباين إنه مش أوفسايد وكل حاجة. يعني بص لو دي حصلت في مصر لازم هتقول إنه الحكم متواطئ، لازم تقول إنها جريمة. لكن هناك عشان في شفافيه والناس واثقه في بعض ومفيش قلق، فخلاص هو اخطا وهدف اثر على نتيجه المباراه. المباراه اللي اطرد فيها لليفربول اتنين لعيبه جونس وماتيب، اتنين لعيبه وخسر 2-1 في اخر، عفوا جونس وجوتا، وماتيب سجل الهدف الثاني لتوتنهام، هدف الفوز في اخر دقيقه في مرماه. مباراه سيناريو صعب جدا وسيء جدا على ليفربول، ورغم كده هديت الامور ولا اكن حاجه حصلت. شويه وده قال تصريحات شويه، وكلوب بعد المباراه قال تصريحات شويه، وخلصنا. طيب تعال نروح لاهم نتائج مباريات اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز الجوله السابعه. استون فيلا عمل نتيجه كبيره ومفاجاه على برايتون، فريق حلو جدا، 6-1 مجنون الدوري الانجليزي ده مجنون. ارسنال برضو اكتسح بورنموث برباعيه نظيفه، ومانشستر يونايتد كالعاده يعني بيخسر 0-1 امام كريستال بالاس، ونيوكاسل فاز 2-0 على بيرنلي، وولفرهامبتون النهارده عمل مفاجاه كبيره واوقف قطار مانشستر سيتي وفاز عليه 2-1، وزي ما قلت لكم توتنهام فاز على ليفربول 2-1 ايضا. في الدوري الاسباني
ختافي وفياريال تعادلا سلبيا دون اهداف، وريال مدريد فاز على مفاجاه او الحصان الاسود في الدوري الاسباني هذا الموسم جيرونا 3-0. في الدوري الايطالي نابولي اكتسح ليتشي 4-0 وميلان فاز على لاتسيو 2-0 وسالارنتينا خسر 0-4 من انتر ميلان في مباراه رجع فيها انتر ميلان لسكه الانتصارات. في الدوري الالماني الجوله السادسه فولفسبورغ فاز 2-0 على انتراخت فرانكفورت ولايبزيج تعادل مع بايرن ميونخ 2-2 ولايبزيج كان متقدم في الشوط الاول بالمناسبه 2-0 وبايرن ميونخ رجع في الشوط الثاني. احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، هيشرفني وينورني نجم نادي الزمالك الاسبق ومنتخب مصر الكابتن الكبير كابتن احمد جعفر، خليكم معنا. احنا فصلنا عن الدوري الحمد لله، انت اول مباراتين في الدوري مكسب ودي حاجه الحمد لله بدايه كويسه، بدايه تشجعك حتى تخش ان شاء الله مباراه افريقيا ان شاء الله بكره بمعنويات عاليه جدا، وبكره مباراه مش محتاجه انك ان شاء الله رب العالمين تكسب لانك عايز تتاهل دوري مجموعات، ودي الخطوه اللي بيبص بس مبدئيا ليها مودرن فيوتشر مبدئيا، بس الاول تاهل دوري مجموعات خطوه خطوه وده الاهم ان شاء الله. المباراه الاولى كانت 1-0 هناك ويعني ظروف ملعب وكده وكان جيل صناعي والموضوع ما كانش احسن حاجه، وكانت بدايه لسه بدايه موسم، لكن الحمد لله الفريق مباراتين دوري مكسب والحاجات دي كلها بتدي دوافع كويسه جدا للعيبه حتى المستر ريكاردو، يعني بتمنى ان شاء الله البدايه بكره تبقى بدايه موفقه وان شاء الله ندور على الهدف فهدف بدري ان شاء الله. مستر ريكاردو حط تشكيل لكن هو مش هيغير كتير في في في, في طريقه لعبه، مش هتغير لكن ممكن الافراد يتغيروا نفسها لان في ناس دخلت عليك جديد، يعني محمد صادق دخل عليك المباراه اللي فاتت وما شاء الله عمل شوط ثاني ممتاز، احمد رفعت ما كانش معاك المباراه الاولى وده مهم جدا موجود معانا بكره ان شاء الله، فانت عندك عناصر كده هتعمل لك الفرق ان شاء الله، مع اني بقول لك ان كمان معظم لعيبتك الحمد لله دخلوا فورمه المباريات، يعني ها بدا يقولوا هم، يعني هو طبعا ما وصلش احسن مستوى ده طبيعي في كره القدم لكن عارف انت يعني احسن من البدايه الاولى هناك في تنزانيا. temos confiança que somos capazes de ultrapassar este obstáculo. في البدايه طبعا حابب اتكلم عن اهميه المباراه وان هي مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، تواجد الخصم فريق الوصول كان امبارح لكن ان شاء الله باذن الله يكون عندنا القدره غدا ان شاء الله باذن الله ان احنا نكسب ونصعد لدور المجموعات. Se vamos conseguir ultrapassar eu acredito que sim, mas o futebol é um jogo de surpresas. احنا درسنا الخصم بشكل كويس جدا وعارفين احنا هندخل نلعب مين بكره ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله عرفنا برضو كذلك نقاط الضعف والقوه عندهم، لكن هي في النهايه هي مباراه كره قدم، لكن ان شاء الله باذن الله نقدر نعمل كل ما عندنا لتحقيق المكسب بكره ان شاء الله. I believe in them and I trust in them and yes we can. هو مؤمن جدا بيهم وهو ان شاء الله باذن الله شايفين ان احنا نقدر نحقق بكره ان شاء الله باذن الله، عندنا القدره لكده. ده طبيعي في الكوره اللي هو بيقوله، هو ده طبيعي بالنسبه لنا احنا دايما الرد بيكون في الملعب يعني بس مش اكتر، بكره بعد الماتش هنشوف. We know we saw future is a good team, is a big team, is a good team. They've got some element of individualities and all of this. So we analyzed their matches and we planned tomorrow game according to their strengths and weaknesses. هو بيتكلم على فريق فيوتشر انه يعني فريق قوي وعنده امكانيات وعنده حلول، ولكن هو يعني درس الفرقه كويس وعامل يعني زي استراتيجيه او خطه ازاي هيواجه في الماتش الحالي. So that is cannot take us out of our goal and our target. Our target honestly is to come here and do well and go to group stage. بيقول ان الماتش يعني هيبقى ليه أهمية خاصة لأن زي ما احنا شفنا الماتشين اللي اتلعبوا في البطولة الإفريقية للفرق المصرية في القاهرة الفرق الإفريقية خسرت، فهم جايين لهدف ان هم يقدروا يحققوا الفوز. We are prepared and we are geared to see ourselves going to the next level. بيقول انه عارف الماتش مش هيبقى سهل ولكن هو عنده هدف وعنده ثقة في فرقته انه ممكن يقدر يعدي لدوري المجموعات. Yeah, apart from that, I can say may the best team win tomorrow. وبيتمنى طبعا التوفيق للفريق يعني اللي يجتهد ويكسب، بيتمنى له كل التوفيق.
J'ai joué en Égypte, on se connaît, je connais bien les championnats égyptiens. هو بيقول انه طبعا عشان لعب في مصر عارف الاجواء هنا وعارف يعني اللعيبه المصريه ولكن المهم عنده ان هم يعني متجهزين كويس عندهم طموح ان هم يقدروا يعني يعدوا الماتش ويتاهلوا للمجموعات. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. وصول النهارده كان في الشوط الاول عمال يدي في كور طويله كانت محتاجه مهاجم زي احمد جعفر بصراحه. يعني شرفني ونورني في هذه الفقره الكابتن الكبير كابتن احمد جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق. يا كابتن احمد منور الدنيا. حبيبي يا كيمو وسعيد ومبسوط ان انا موجود معاك. انا دايما ببقى مبسوط وانت موجود معايا. حبيبي بقول احمد جعفر كان لازم النهارده. هو الراجل بيرمي كرات طوليه ليه من اولها كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كان المفروض ابقى موجود بقى النهارده. صح كده اللي هو انت معاك احمد جعفر يدي كرات طوليه لكن هو اعتقد كان حابب يعوض الشوط الاول. يعني عايز يلعب بفرودين يخلص من الشوط الاول الاثنين وبعد كده تمشي بقى سجال الشوط الثاني. قول لي بقى وانت بتتفرج على الماتش النهارده بشكل عام الادي لا هو ده الزمالك هو ده الزمالك هو ده الزمالك اللي احنا متعودين عليه يعني اللي هو في الاول الدنيا تبقى صعبه جدا ورده متعسره زي ما بيقولوا وبعد كده الدنيا الحمد لله رب العالمين. لازم يديك الصعب الاول بعد كده يسهلوها هم نفسهم. عايشين على كده اللعيبه. عايشين على كده لا الزمالك مش اللعيبه الزمالك. الزمالك يعني لو تفتكر الكونفدراليه برضو اللي احنا خدناها نفس صح نفس انت بتقول لي مش اللعيبه الزمالك يعني ايه الزمالك؟ يعني الزمالك دايما في ازمات ومشاكل ويديك حته كده تطلعك من اللي انت فيه. يعني ممكن تبقى في عز ما انت مكبوت والدنيا صعبه جدا بالنسبه لك يوم جاي منديك ماتش زي كده تخلي الدنيا ماشيه كويس جدا. طب قبل ما اتكلم معاك فنيا واللي حصل في المباراه ايه رايك في اللي عمله جمهور الزمالك النهارده في الملعب؟ ملحمه بصراحه والله كيمو حاجه بجد فخر لكل زملكاوي وفي عز ما انت خسران واحد والنتيجه بتتصعب عليك وخسران هناك اثنين بالنسبه كبيره الامور بتبقى خلاص شبه محسومه. لا الجمهور بيحرك الصخر النهارده وهو اعتقد السبب الرئيسي مش السبب الرئيسي بل هو السبب في الفوز السبب يعني. كلي كله في الفوز يعني النهارده صح اتفق معاك. طيب ليه اسوري النهارده او ليه الزمالك النهارده اتاخر بهدف في الشوط الاول فنيا بقى؟ ايه اللي حصل في الملعب غلط خلى الزمالك مش عارف حتى يهاجم؟ يعني الزمالك كانش عنده الكره واحده بس بتاعت شيكابالا غير كده مفيش. بص هو حته برضه اعتماد على فرودين والزمالك ما بيلعبش فرودين اصلا بقاله فتره كبيره وكمان الجزيري فتره بقاله فتره بعيد وناصر كمان ما بيلعبش بقاله فتره فهي حته غريبه شويه واوباما الفتره الاخيره كان ماشي بشكل كويس فجاه قعده فاذا فقدت جزء كبير في قلب الملعب. فزي ما انت قلت الاعتماد على الكره الطويله اصلا هو الزمالك ما بيلعبش على الكره الطويله اصلا من ساعه ما الراجل جه الزمالك ما بيلعبش على الكره الطويله خالص. انت بتحب تلعب على الاطراف طبعا بس بيفخ اختراقات من زيزو شلبي بيلعب بالعرض دايما حتى هتلاقي اجوان الزمالك مش كتير بالهيدرز هتلاقي معظمها بتلعب تحت حد بيخش يصوب حد بيقطع يجيب جون. فهو زي ما انا قلت لك ان هو بدا من الاول اصلا يعني بدا تقريبا التشكيل غلط ان انت اصلا الفرودين حتى اللي بيلعبوا ما بيلعبوش يعني حتى لو لعبوا جنب بعض مجرد دقائق صح. ما لعبوش ماتشات كتير جنب بعض صح. والفرودين لسه راجعين يعني الجزيري لسه راجع وناصر لسه راجع فانت اوريدي التجربه نفسها مش جاي تجرب في وقت زي ده انت خسران صح. خسران هناك 2-0 فانت محتاج انك تعوض فهو مش وقت تجارب زي ما الناس بتقول يعني انت محتاج ان انت تضغط على الفرقه دي وبتضغط بلعيب الكوره هو معظم زي ما بيقول لك هاكيمو في افريقيا انت بتسهل عليهم الدنيا لما تلعب طويله معاهم هم قوية جدا في الالتحام وفي الصراعات الهوائيه وعلى الارض لكن انك هتلعبهم كره دي هتبقى سهله بالنسبه لك جدا مظبوط فهو صعبه بالنسبه لهم فهو لما بدا يشتغل كده الشوط الثاني بعد نزول اوباما فبدات الدنيا تفتح معاك مساحات وبقت سهل بالنسبه لك الدنيا فتحت جدا وبقى جبت وعوضت ورجعت الماتش وعملت ريمونتادا وجبت 4 اجوان في شوط فدي لوحدها يعني اذا انت لو بدات كده من الاول كنت كان ممكن يبقى النتيجه كمان تتسهل عليك كتير جدا كنت ممكن خلصت 2 الشوط الاول اقل حاجه. فتوح في خط الدفاع تالت في خط الدفاع تلعب بحمزه فتوح حمزه المسلوسي ومصطفى الزناري غريبه بالنسبه لك ولا عاديه؟ لا غريبه ان انت افتقدت فتوح في الحته الهجوميه فتوح حل كبير جدا في ناحيه الليفت وكمان لما بتدخله قلب الملعب بيأدي بشكل كبير جدا ولانه هو راجل لعيب كوره فانت حتى نفسك المدرب نفسه اول ما جه هو لعبه في نص الملعب لعبه في قلب الملعب انت اللي عملت كده وقلنا لك حلوه تمام واشتغلت حلوة. وفتوح جاب اجوان واشتغل كويس جدا وعمل اسيستات يعني انت لما افتكرت دي الناس سقفت لك وقالت لك برافو مكان كويس ومكان جديد والولد شغال فيه كويس
فلا يعني ترجعه ورا تاني بتبعدته عن الحته الهجوميه، وانت اصلا طالب ان حد يلعب برجله الشمال في قلب الملعب ويكون لعيب كوره. صح، يعني انت اللي ضربت كده، فانت منين بتعمل كده ومنين بتعمل كده. فانا بقول لك احس ان الراجل برضو الدنيا عنده لسه مش ثابته برضو، يعني مش ظاهره. ليه بقى مش ثابته الراجل؟ لا بقى له فتره مع الزمالك. انا افهم الكلام دوت في البدايات نقول ايه، لسه بياخد على الفكر، لسه بيحط افكاره، لسه بيتعرف على اللعيبه، ليه لحد دلوقتي في لخبطه زبزبه شويه في برضو هو عنده برضو زبزبه شويه في مستويات اللعيبه، عنده كده مقفول ما عرفش يجيب لعيبه، فهو بيحاول يدخل التيم كامل. التيم كامل هو برضو يعني مش عايز اكون برضو ضاغط عليه، لان هو راجل برضو ما يعني السنه دي ما حدش عمل له اي حاجه، يعني ما ولا 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 لعيب دخل وقايمه مقفوله ومقفوله والدنيا برضو مش احسن حاجه في نادي الزمالك. فما تقدرش تلوم. يعني انت شايفه مدرب كويس؟ انا شايفه كويس. شايفه كويس، شايفه كويس من السنه اللي فاتت، من ساعه ما بدا كيمو والدنيا اتغيرت كتير جدا مع النادي. فانت كمان هو بدا كويس ومع التيم وما دعمتش. هو ماشي الدنيا السنه دي شويه، بس برضه انت لازم يكون عنده عذر الراجل. معلش انت هتيجي تحاسبني وانت اصلا ما جبتليش لعيبه. طب انا ما جبتلكش لعيبه، تلعب السهل ولا تجود؟ يعني بكلمك انت بقى لو انت مدرب تلعب السهل، ما انت برضه عندك كل واحد تحط كل واحد في مكانه. ما انت برضه عندك اصابات كتير بيض، يعني الونش وشلبي لسه راجع. ما انت برضه يعني زي ما بيقولوا عد غناماتك، يعني الدنيا برضه صعبه جدا في نادي الزمالك. يعني لما حد بيتعور ما تلاقيش البديل بتاعه. صح، دي مشكله. هديك مثال سهل جدا. لو انا دلوقتي مثلا نازل بطريقه، هو لعب باربعه الشوط الثاني، لو انا نازل بطريقه بلعب اربعه، بحط فتوح على الشمال ولاعب عمر جابر على اليمين ولاعب حمزه المسلوسي مثلا ومحمد عبد الغني او حسام عبد المجيد في خط الدفاع، بلعب في النص دونجا، عايز احط معاه اوباما، عايز احط معاه عمرو سيسي ولا رؤى، وكملت بقى زيزو على اليمين ومصطفى شلبي على الشمال ومهاجم، دي هتبقى عيب؟ دي حاجه لا غلط؟ لا هي مش لا انا اقصد دي هتبقى حاجه غلط؟ ما هي دي لعيبه جاهزه. هي مش عيب، بس هو الراجل دايما بيلعب بطريقه ثلاثه. بيلعب بثلاثه، هو دايما يعني من ساعه ما جه بيلعب بثلاثه، فهي ممكن طريقه ثلاثه تحتاج نوعيه لعيبه معينه شويه. فدي يمكن الاختلاف في كده. هو انت زي ما انت بتتكلم صح، ان هو انا عندي تشكيله ثابته ورئيسيه تقدر تأدي اللي انا عايزه. بالظبط كده. هو الراجل لا، يقول لك انا عايز العب بطريقه ثلاثه، انا عايز ازود الناحيه الهجوميه عندي بشكل كبير جدا، انا نادي الزمالك فعايز اضغط على الفرق من الاول اخلص الماتشات. هو برضو هي شغاله في الناحيتين، بس هو زي ما انت قلت العذر الوحيد ان هو يرجع لطريقتك دي، انه فعلا ما فيش لعيبه والقايمه مقفوله. فانت ما عندكش لعيبه اللي هو هتجود بقى. اللي هو هتجود هو ده. فانا لو عندي لعيبه كويسه هتجود، اقعد بقى اعمل كل ابتكاراتك واحنا معاك، احنا وراك ويلا، واحنا عايزين مدربين مبتكرين والناس الحاجات. طبعا هو ما انا بقول لك احنا لما جود في حته فتوح، لا الناس كلها سقفت له بصراحه، فتوح ساعده على كده، فالدنيا كلها كانت كويسه يعني. صح. فانت خلاص كمل بفتوح بقى زي ما انت، وعندك عبد الشافي رجع، وعندك الواد الصغير موجود، فالدنيا كويسه. هو ممكن تبقى تحتاج حاتم موجود، فالدنيا ممكن تبقى يعني تشتغل زي ما بيقولوا تشتغل. عبد الشافي موجود، حاتم سكر موجود، عندك في ناحيه اليمين عمر يشتغلها، المسلوسي بيشتغلها، بيتلعب الزناري بيشتغلها برضه، سيد عبد الله بيساعد، نيمار بيشتغلها، يعني عندك اماكن كتير جدا تقدر تشغل فيها الناس يعني. طيب في واحد محمد حقه في الانترو، فلو انت هتدي له حقه لو عجبك النهارده يعني مش لازم رايي، مصطفى شلبي. لا هايل ما شاء الله، مصطفى عمر جابر النهارده ما شاء الله. وعمر جابر. وعمر كوره كان عمر جابر، عشان في بعض الناس انتقدوه عشان كوره كده في الاخر. لا بس عمر جابر عمل مباراه كبيره جدا. طول الماتش هايل. عمر طول الماتش هايل. بصراحه هو يعني بعيد عن الشوط الاول، الشوط الاول ما فيش اي حاجه خالص، لكن الزمالك الشوط الثاني غير. كله. غير بس كله. بسبب الجمهور طبعا. العامل الرئيسي. الجمهور وبس. رقم واحد. زيزو النهارده عجبك؟ يعني كويس. لا زيزو بصراحه زيزو يتغفر له اي حاجه الفتره اللي فاتت يعني. زيزو ما شاء الله الراجل بيأدي بقاله كام سيزون، فانت لما هيقع منك ماتش او اتنين او عشرة حتى، لا زيزو عنده يعني عنده رصيد كبير جدا ما شاء الله عليه، يعني شايل النادي بقاله فتره كبيره جدا يعني. في الظروف الصعبه دي، وانت بتلعب في نادي الزمالك تعرضت لظروف مشابهه كتير. كنت لسه اقول لك كثيرا يعني. المفروض اللاعب بتاع الزمالك يعمل ايه في الظروف دي بقى؟ بص نفسيا وفنيا يعني. هي نفسها ما بتبقاش الدنيا احسن حاجه يعني. بس هي بتعتمد على خبرات اللعيبه واللعيبه الكبيره اللي موجوده في الفرقه. احنا كان دايما معانا عبد الواحد وميدو وعمرو زكي فتح الله، الناس الكبيره كلها، فكانت دايما بتفصلنا عن المشاكل بتاع شيكابالا كان موجود، فكان دايما بيفصلونا عن المشاكل بتاع النادي تماما. يعني انت خلاص تمرين وارض الملعب وماتش، هو الموضوع مختلف تماما عن الاداره وعن المشاكل في الاداره وعن الماديات وعن كل ده. فكان شويه الناس اللعيبه اللي معانا بتعرف تفصل.
دلوقتي موجود شيكابالا، عبد الشافي، الونش، يعني في ناس برضو خبرات كبيره جدا موجوده. بس هي المشاكل الاخيره اثرت عليهم بشكل كبير جدا، يعني اثرت على التيم والماديات، اثرت على التيم، والناس ليها متاخرات فلوس كتير من السنه اللي فاتت. فهي يعني برضو انت ما بتعرفش ظروف اللعيب ايه، يعني مش عايز احكم على حد، هي بس هو في نفس الوقت لازم افصل. يعني لازم افصل بين ان عندي ماتش حياه وموت بالنسبه لي، والحته الماديه، الحته الماديه تقدر تتكلم فيها براحتك جدا وده حقك يعني، ما بس لازم تفصل في الحته دي. انت بتلعب باسم نادي الزمالك وبتشارك نادي الزمالك، فالموضوع بيبقى كبير جدا يعني. لو انت عندك ازمه ماديه ومش واخد مستحقاتك، تعرف تأدي في الملعب انت احمد جعفر عادي ولا كتير؟ كتير. انا بقول لك احنا كان معانا ناس بصراحه يعني عبد الواحد من الاساسيات اللي كانت اللي شغاله عليه، حتى يعني مره فكرنا ان احنا نقعد من التمرين، احنا وصلنا دخلنا النادي وقعدنا في وغيرنا وفضلنا قاعدين، وقال لك احنا مش هننزل للتمرين عشان خاطر الماديات والدنيا متاخره، وكانت بقى لها فتره كبيره جدا يعني، ممكن قعد فوق الاربع خمس شهور وست شهور وسنه كمان. بس عبد الواحد قال لك اللي يقعد هنا في الاوضه ينزل التمرين يروح البيت بجد. ده حلو الموقف ده، انت قلت النقطه مهمه جدا عشان في بعض اللاعبين كانت بتفكر كده. يعني انتوا كلاعبين عشان حقكم يعني قلتوا انه احنا مش هننزل، هناخد موقف، ناخد موقف عشان ناخد مستحق. عبد الواحد قال لك ما يا البيت يا الملعب، فنزلت ما تقعدش هنا، فنزلت الملعب على طول على طول على طول، ما فيهاش تفكير يعني. طيب كابتن عبد الواحد سيد دلوقتي مدير الكوره في ما انا عارف عبد الواحد يقدر يعمل ده دلوقتي مع اللاعب. عبد الواحد لا، شيكابالا كمان، شيكابالا ما هو شيكابالا حضر القصص دي كلها، وشيكابالا كان اول واحد في الملعب. يعني هو كان موجود في الفرقه وساعتها وكان لسه صغير في السن، او كان اول واحد في الملعب بصراحه يعني، برغم المشاكل الماديه دي كلها، بس بصراحه لا شيكابالا كان بيعرف يفصل، بيفصل جدا يعني. فهو اعتقد شيكابالا عنده الخبرات الكافيه انه هو يقدر يعمل كده مع اللعيبه. طب لما عبد الواحد بقى وقتك انت خدكوا ونزلتوا الملعب التدريب، عرفتوا تتدربوا، عرفت تلعبوا؟ لا موضوع خلاص، لا بنفصل بصراحه، بنفصل تماما يعني، بنعرف نفصل الحمد لله. انا زي ما قلت لك معايا لعيبه كبيره جدا وخبرات، فهي دي اللي فرقت معانا، فرقت معانا بشكل كبير يعني. جهاز فني محترم جدا في نادي الزمالك دلوقتي مع اسوريو، جهاز المعاول يعني الكابتن مدحت عبادي وكابتن حمد مجدي وكابتن حمد مجدي وكابتن حمد عبد المنصف، كلها اسماء كبيره ومرت بالتجارب دي على فكره، ومرت كلها مرت يعني. مجدي واوسا، ممكن كابتن مدحت قديم شويه ما حضرش، لكن عبد الواحد ومجدي واوسا الثلاثه مروا معانا بنفس التجارب دي بالظبط. طيب هسألك سؤال مهم جدا، هو سؤال كبير شويه معلش يعني، هو ليه الزمالك طول الوقت كده؟ يعني ليه طول الوقت نفس المشاكل والمشاكل شبه بعض؟ يعني هي مش المشاكل مختلفه يعني، شفت انت بتقول لي ايه، احنا وقتنا واللي قبلنا واللي بعدنا، وهتلاقي اللي جاي. طيب امتى الامور دي تنتهي؟ يعني امتى الامور دي تنتهي؟ عشان ما هو الزمالك برضو جمهور الزمالك ده يعني كفايه، انا النهارده وانا بتفرج على المباراه عمال انا لساني كده وانا شغال، ما كفايه بقى يا جماعه اللي بيحصل، كفايه بقى كفايه. ما انا والله عظيم انت سالت سؤال صعب جدا يعني. هو يعني من قبل كمان كان في مشاكل كبيره جدا، وانا جيت وقعدت فتره، وبعد برضه جه نفس، بحس ان هو انت عارف انا ليه بسالك السؤال ده؟ عشان في انتخابات دلوقتي في نادي الزمالك، فمطلوب منهم ايه اللي جايين دول عشان الزمالك ما يتكررش عندهم نفس المشاكل؟ المسؤوليه صعبه جدا. وانا شايف، انا شايف ان انت كعضو مجلس كاعضاء نادي الزمالك، يا تنتخب قايمه يا اما ما تنتخبش خالص. اصل انت مش هتقعد تجيب لي مثلا قايمه وداخلها اتنين تلاته فهتحصل مشاكل، فاذا تعيد نفس التجارب، فانت يا تنتخب قايمه موحده يا ما تنتخبش. صح، بشوفها كده، ما اصل ما فيهاش اتنين. هتنتخب كريم، وكريم ما عايز جعفر، وجعفر مش عايز فلان، وكريم مش عايز فلان، فانت هتنتخب فلان تدخله في قلب القايمه، اذا انت عملت مشاكل. ما هو في مشاكل بين كريم وجعفر وفلان. صح، فانت اذا دخلت موضوع مشاكل. من المفترض يعني بحسب ما يقال منهم ان كل من يدخل انتخابات نادي الزمالك هو عايز مصلحه نادي الزمالك، فانا لو مثلا رئيس قايمه او قايمه ودخل لي واحد او اتنين، فالواحد واتنين دول عايزين مصلحه الزمالك وانا عايز مصلحه الزمالك، فاحنا تلاقينا. بص يا كيمو، انا بشوف اللي عايز مصلحه نادي الزمالك واللي عايز يخدم نادي الزمالك من وهو بره نادي الزمالك يقدر يخدم. مش شرط انتخابات. اصل هتقول انتخابات، يبقى انت ما تقوليش ان انت بقى عايز مصلحه نادي الزمالك. ما هو انتخابات انت عايز مصلحه نادي الزمالك، بس برضه في مصالح شخصيه. لكن اللي عايز يخدم نادي الزمالك الفعلي اللي هو بيخدم وهو بره النادي برضه. ما هو انت بتحب نادي الزمالك، فانت هتخدمه حتى وانت بره النادي. حتى لو فشلت في الانتخابات هتخدم نادي الزمالك عشان انت بتحب نادي الزمالك. صحيح، ومراعي الظروف اللي فيها يعني. انا بحب مصطفى سيف العماني جدا. الراجل اصلا هو مش مرشح نفسه في الانتخابات، وهو اصلا بيخدم نادي الزمالك. انا مصطفى اخويا يعني، فانا عارف تفاصيل ان هو بيخدم نادي الزمالك، وناس كتير جدا بتخدم نادي الزمالك وهي بره نادي الزمالك.
ناس كتير جدا. اللي هو ده الطبيعي اللي هو ده الطبيعي، الراجل اتربى في النادي وحب النادي حتى بس على مصطفى سيف العمال هو شخص محترم طبعا ناس كتير جدا كل الناس في الزمالك اولا اللي بيخدم من بره دوت هو عشان بيحب النادي. الدكتور حسام برضو لما جه في اللجنه الثلاثيه عمل عياده كبيره جدا في نادي الزمالك وهو راجل اصلا جاي عضو لجنه ثلاثيه وهيمشي فاذا هو خدم. فالناس اللي بتحب النادي هي مش محتاجه انتخابات، هي محتاجه ان انت تخدم النادي للنادي. دخلت انتخابات بقى وحابب تخوض التجربه، اذا انت كده النادي هيضيف لك، فانت لازم تكون حتى الاداره النادي هيضيف لك حاجه كبيره جدا، ان انت سواء عضو مجلس اداره سواء امين صندوق سواء رئيس نادي سواء نائب رئيس نادي، فالنادي هيضيف لك حاجه كبيره جدا، ان انت هيكتب في تاريخك انك رئيس نادي يعني في فتره من فترات كنت رئيس نادي الزمالك طبعا. طيب فانت لازم تكون قد يعني قد المسؤوليه دي. في حاجه انا كنت متخوف منها ودايما بسالها وسالتها لسه للكابتن فاروق جعفر من شويه، بخاف من فكره انه اللي بيخش انتخابات واول ما يخش الانتخابات ويكسب يجي اول ما يكسب يقول لك والله الزمالك فيه مشاكل كتيره قوي والموضوع صعب جدا يا جماعه واستحملونا والدنيا تقيله واحنا مش. طب هو انت دخلت انتخابات بناء على ايه؟ هو ده بقى دخلت انت داخل الانتخابات بناء على ان في مشاكل كبيره جدا في نادي الزمالك وفيها مديونيه كبيره جدا وقايم وقيد مقفول ففي كعبله كبيره جدا، فانت لو قادر تحل خش، مش قادر تحل لا بشوفك خليك، لا انت خليك زي ما انت كده، ولو تقدر تساعد ساعد، مش تقدر تساعد خلاص تكتر خيرك، لكن ما تقولش انا هخش انتخابات نادي الزمالك وانت عارف ان في كوارث في النادي ومش هتحل. عارف انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان عمال كل شويه اثبته ليه؟ عشان انا مش عايز اسمعها لما لا اللي هو الجمهور مش هيستحمل. اصل انت عارف مشاكل نادي الزمالك صح؟ اه طبعا. وانا عارف مشاكل نادي الزمالك. طب كل دلوقتي بص يعني المشاكل كلها كريم الجمهور كلها عارفها. مش مستحمل. والناس كلها في اعضاء مجلس اعضاء نادي الزمالك كلهم عارفينهم. صح. فانت داخل عارف ان في كوارث، اذا هتحلها. صح. اذا انت عندك انت عامل زي ما نقول روشته كده للحاجات دي. عندك خطه لحل المشاكل دي. لحل المشاكل دي، فانت اوريدي مجهز خطتك انت وقائمتك والناس الاعضاء اللي معاك المحترمين انك هتحل المشاكل دي، لكن مش هتيجي بعد ما تقول لي نجحت تيجي تقول لي اصل انا مشاكل، لا ما انت عارف المشاكل، ما انت جاي على مشاكل. مظبوط مظبوط. طيب الفوز بتاع النهارده، ارجع للكوره بقى، الفوز بتاع النهارده للزمالك ده يفرق معاه في مطلبكم؟ هيفرق معاه معنوي كبير جدا. زي ما قلت لك الكونفدراليه اللي خدناها كانت نفس الفوز تقريبا او التعادل، حتى كان تعادل تقريبا، وبالجون بتاع اوباما ده خدنا البطوله، فانا ان شاء الله باذن الله يكون المكسب بتاع النهارده والريمونتادا دي ان شاء الله باذن الله بطوله باذن الله. جميل. والزمالك يقدر بالتيم اللي موجود ده يقدر يعني مع اوسوريو تحديدا يعني لو كيب برضه فتح، عشان برضه لو القيد فتح في يناير زي ما هم زي ما القايمه والناس وعدوا ان القيد هيفتح في يناير وهيدفعوا الفلوس الغرامات الموجوده على النادي لا يقدر ان شاء الله ناخدها. طب يناير القيد اتفتح بالمناسبه يعني ده ما انت ذكرت يعني هو الزمالك ممكن يشتري مين في يناير؟ يعني زي ما تقول كده ايه كله قفل ما انت برضه كله اشترى وباع وخس يناير. لا ما انت عندك يناير اصعب من الصيف طبعا. بس انت لازم تبقى مركز ان انت لو القيد فتح عندك انت تبقى مركز على يعني اماكن معينه وبناس تقيله ناس تفيد تشيل النادي، ان انت مثلا يعني عندك سامسون فانت كده كده اوريدي لو كنت فتح خلاص هو اوت، فانت تقدر تجيب حد تقيل بقى مهاجم حد لا مش شرط مهاجم مش انت عندك سيف عندك سيف ممكن يشتغل ممكن تجيب مهاجم، بس ممكن تجيب هافارد ممكن تجيب حد في قلب الملعب. طب انت شايف ان الزمالك محتاج ايه يعني في ضروره قصوى؟ الزمالك محتاج حد 8 زي ساسي كده لعيب كرة كبير كده يعرف يحرك الفرقه. الزمالك فيه 6 دونجا، السيسي بيشتغل 6، رؤى بيشتغل 6، فانا مش عايز اظلمهم واقول لهم ان هم 8 لا هم اوريدي 6 انا عارف صح. لكن 8 لا 8 عايز كواليتي مختلف شويه عن اللي موجودين كلهم يعني. ومحتاج ايه تاني؟ ممكن محتاج هاف برضو هاف شمال يشتغل مع شلبي برضو لان شلبي ممكن يشتغل في الجبهتين وزيزو طبعا موجود يشتغل في الجبهتين، وممكن نحتاج برضو مساك بس مساك انت عندك كتير يعني مصطفى عندك مصطفى الزناري عندك محمد عبد الغني عندك حسام عبد المنير ما انت عندك اصابات برضه عندك اصابات عندك حمزه مسؤول دلوقتي عشان ما انت عندك برضو اصابات كتير ما انت عندك الونش كان مصاب وكان عندك الونش كمان 6 عندك الونش كان مصاب وعندك محمود علاء برضو لسه راجع برضو كان مصاب، فانت برضو بتدخل في كذا بطوله فمحتاج برضو يعني حد تقيل برضو يشيل مع الموجودين يعني حد تقيل ممكن اصل ممكن الزناري برضو توديه ناحيه اليمين ممكن حمزه توديه ناحيه اليمين عارف هم مش 6 كمان هم 7 نفع عليهم محمد طارق كمان بقول لك 7 يعني المركز ده انت عندك 7 الا لو انت شايف انه المكان دوت ما فيهوش لعيبه كتير ما هو لو تفتكر
الراجل ده اول ما جه قال لك انا عايز مساج بيلعب برجله الشمال. دي قصه ثانيه. عشان تبقى انت موفر له الاجواء اللي هو عايز يشتغل فيها. ان انت تجيب له مساج حد يعني حد تقيل يلعب برجله الشمال عشان تدي حريه لفتوح بقى يلعب في قلب الملعب قدام او يلعب باك او يعني يشتغل براحته بقى. هل شايف ان الزمالك ممكن ينافس على الدوري؟ طبعا اسم الزمالك يا كريم لوحده ينافس على اي بطوله. حلوه دي. بلا جدال. ينافس يعني. اسم الزمالك لوحده كفيل انه ينافس على حتى مع كل الظروف دي؟ مع كل الظروف. والقائمه الحاليه؟ سنه من السنين اول ما رحت النادي كنا 13. رجعنا من 13 كنا بنفس على الدوري. 13 بعد 10 ماتشات تقريبا او 12 ماتش كنا مركز 13. رجعنا ونافسنا على الدوري. ده كان الكابتن حسام حسن مدرب. كان الكابتن حسام حسن موجود. وتقريبا الدوري خلص فرق 4 بونت. فانت المفروض شايف انه ده ممكن يتكرر مع الجيل الحالي؟ طبعا مع نفس مع اي جيل. اسم الزمالك لوحده زي ما قلت لك ينافس على اي بطوله هو موجود فيها. كلام عظيم. كابتن احمد اتشرفت ونورت حبيبي يا كيمو. كالعاده حضور ممتع يعني. حبيبي ربنا يخليك يا كيمو وسعيد ومستنى موجود معاك حبيبي. يا رب يخليك. احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. محمد جمال ومحمد خليفه معاهم لقطات مهمه من مباراه اليوم. خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. يشرفني وينورني في هذه الفقره لتحليل مواجهه اليوم بين الزمالك وارطا سولار محمد جمال ومحمد خليفه. طبعا محمد جمال هيلمس على الاهلي امبارح بكل تاكيد يعني. اجيمي منور الدنيا. حبيبك اخبارك ايه؟ مبسوط اني موجود معاك كالعاده ومع خليفه. طبعا كلكم تمام الحمد لله. خليفه منور الدنيا بنورك يا كريم. وسعيد طبعا ان انا مع جمال ومعاك طبعا. امورك كويسه. وسعيد كمان في القناه الاولى دايما يا حبيبي. دايما بتشرف وبتنور. اسالك انت الاول, ليه الزمالك النهارده كان في تباين واضح ما بين الشوط الاول والشوط الثاني؟ يعني عايز هاخد حاجه من كلامك الاول قبل ما نتكلم فنيا ونخوض بقى في التفاصيل وثلاثه واربعه والكلام ده كله. ايوه هاخد حاجه من كلامك يا كريم. انت في المقدمه اتكلمت عن حاجه جميله جدا عن الجون الرابع وان ده مكافاه للمسلوسي على ادائه الرجولي والتزامه مع كتير مع الزمالك في الفترات ما بنسمعش كتير عن مشاكل. لا صح. بيلعب وبيأدي وفي الملعب بيحاول دايما يبقى اللاعب اللي بيثق فيه المدير الفني. صحيح. بس التوفيق مش بس نتيجة المشوار ككله. الكرة ساعتها كريم بتكون تحس ان هي انسان. ايوه. قاصد ان هو اللي يديها قوي تديله. والعكس. والعكس زي ما اتكلمنا في ماتش المقاولين على شوية الكعوب والحاجات اللي زي دي وكان العقاب. تعال نشوف لقطة بقى كريم جوه المباراة. ايوه. بتثبت اللي هو المسلوسي. ممكن الناس ما تاخدش بالها الناس يعني الاجوان كلها كذا اوباما شارك وهنتكلم عليه. بس في لقطه بتبين لك الحاجه اللي انت اتكلمت فيها. لقطه اللي هو المسلوسي. انا عايز ابص الكره دي يا كريم كانت على الزمالك. الزمالك على فكره بعد ما جاب الجون الثاني وسوريو اتدخل بتغيير سيف الجزيري الدنيا همدت شويه وبدات ارطا سولار يشارك وكذا. الكره دي كانت في منطقه جزاء الزمالك. عايزين نبص على التوقيت كل المشاهدين. الدقيقه 73 و18 ثانيه. الكره دي كانت عاليه. عمر جابر اشترك مع لعيب ارطا سولار. عمر انت عارف مش طويل ومش قوي قوي في الالتحامات رغم انه لعب مباراه كبيره. بص المسلوسي واقف فين؟ واقف بعيد. اللقطه اللي بعديها المسلوسي هيعمل ايه؟ نجيب بقى اللقطه اللي بعديها. المسلوسي حط دماغه في رجل لعيبه ارطا سولار. يا الله. اللي هو حط دماغه حرفيا وسط لعيبه ارطا سولار. عظيمه اللقطه دي يا خليفه. في الدقيقه كام؟ 73 20 ثانيه فعلا عرض وشه انه يبقى جوه اللعيبه. يعني في ساعات كتيره اما في لعيبه بتيجي تشوط الكوره الناس بتبعد. المسلوسي حط وشه هنا 73 20 احنا بنتكلم. بص بقى جون دي الكوره اتاخدت فاول الحكم حسب له فاول بعد هو اللي التحق. جون الزمالك كان في الدقيقه 73 38 18 ثانيه اللي هي الكوره اتعدت. هوب اوباما عمل اللي هو في دقيقه حمزه المسلوسي اثمرت في النهايه انه الزمالك قدر يسجل الهدف الثالث اهم هدف في المباراه. يعني اهم هدف في المباراه كان الهدف الاول. صح. اللي هو بعد نقل الزمالك ولو تاخد بالك ان الثاني جه بعديه على طول كان مساله وقت. الهدف الثالث كان مهم ليه؟ لان الزمالك كان همد. صح. بعد تغيير اسطوري بتاع سيف الجزيري ما بقاش يوصل كتير زي الاول. الهدف ده بدايته ان لعيب قرر ان هو ما يقفش يتفرج. احنا شفنا اللقطه في الاول واقف ورا وكاشش وكذا. لا ما كاشش راح حط دماغه وسط الالتحامات عشان الكره تكمل. فدي مكافاه الكره على طول
وعلى فكره اللقطات دي موجوده. ما في حتت ساعات زمان الناس تقول لك ايه وكابتن حسام حسن بيسجل ازاي والتوفيق والكلام. انت لو تبص مثلا على اداء كابتن حسام وابراهيم مثلا كنموذج في الحته دي تلاقي دايما الحته دي اللي هو بيموت نفسه عشان الكره ما تطلعش قوي، فتلاقي الكره اللي ما طلعتش قوي دي كذا. وفي لقطات كتيره لعب شافي كل اللعيبه اللي هي بتموت نفسها في الملعب. هي كفيته بالهدف الثالث دوت وكفيته بالهدف الرابع للزمالك بالهدف الثالث، وكفيته بقى ياخد اللقطه بتاعت جون مهم جدا جدا للزمالك اللي هو اهله للدور القادم. ممكن نتكلم كتير عن المباراه والناس تستغرب شويه من اتيتيود الناس اللي فرحت بزياده للزمالك. في اوقات يا كريم انت بتفرح للفوز وفي اوقات بتفرح للنجاه من الهزيمه، صح؟ يعني فرحه جمهور الزمالك هنا ملهاش علاقه بقيمه المباراه قوي، لان احنا بنتكلم في مباراه في دور ال 32 في كاس الكونفدراليه، ولكن في النجاه من مصير الأسوأ. يعني الزمالك حاليا هيكمل البطوله، كان فريق راجع من الموت يعني خلاص هو مات وقام صحي تاني وهيكمل البطوله. مجازا دي ممكن طبعا تدي دوافع طبعا طبعا. فالنجاه نفسها من الموت بيبقى لها قيمه، صح؟ لان احيانا الانديه بتبقى بطوسه ساعات بالخروج. يعني كلنا فاكرين مثلا مش عارف سنه كذا سان جورج والبن الاثيوبي والزمالك ولا ديتشا، الحاجات دي بتعلم في الانديه. فهنا الزمالك نجا من وصمه، جايين دي تكر دي وصمه يعني ارتا سولار فريق من جيبوتي كانت تعتبر وصمه، كانت هتفضل موجوده في التاريخ على طول زي الحاجات اللي الناس بتفتكرها. فالنجاه هنا تستحق الاحتفال، لان الاحتفال هنا ملوش دعوه بقيمه الفوز قد ما تجنب الخساره كبيره جدا كانت ممكن تاثر وكانت ممكن تدمر الموسم كامل. هايل جيمي النهارده اتفرجت على المباراه طبعا اكيد. سوريو انا كنت بتكلم عنه في بدايه الحلقه ان هو المدرب اللي ما يخلاكش تعرف تقول عليه مدرب ضعيف، ما ينفعش تقول عليه مدرب جامد، هو دايما ملخبطك، يعمل لقطه حلوه قوي ويعمل لقطتين سيئين جدا في طريقه اللعب او في توظيف اللاعبين. شايف سوريو النهارده ادار المباراه ازاي او حال سوريو مع نادي الزمالك؟ قبل يعني هنعلق الاول عليه هو كمدير فني، هو مدرب خيالي جدا وطول ما هو مدرب خيالي مش هينجح مع نادي الزمالك. طول ما هو مش عارف يحط رجله على الارض ويربط افكاره بما لديه من معطيات وادوات تقدر تنفذ له الافكار دي هيفضل مدرب خيالي، وهيفضل مش عارف يحط رجله على الارض مع نادي الزمالك، وهتفضل الامور ماشيه معاه اب اند داون، ماتش فوق وماتش تحت، ماتش يوم اللعيبه موفقه فالامور بتمشي، يوم اللعيبه مش موفقه فالامور بتبقى سيئه جدا. شوط النهارده سيء جدا للزمالك ما جاش والامور بعدت جدا، هو خارج مغلوب 1-0، شوط الامور بترجع تاني والزمالك بينجو من هزيمه كانت هتبقى هزيمه صعبه جدا على جمهور الزمالك في ظل الاجواء اللي بيعيشها فريق الزمالك عموما. لكن هرجع تاني بقى، نروح بقى النهارده هو عمل ايه؟ لا زال اسوريو مصمم، ولو نجيب بعض اللقطات بتاعه الهدف الاول اللي جه في نادي الزمالك هو لا زال مصمم على فكر لعيبه وسط الزمالك ولا امكانياتهم قادرين يطبقوه. انت بتتكلم على ان دلوقتي دي هجمه، دي الكره اتلعبت لونج بول رايح اتنين لعيبه على واحد، بس بص الراجل الاولاني اللي جوه ال 18 خلاص سيب الكره هناك في اقصى الجبل الشمال، اتنين لعيبه رايحين عاملين دبل اب على الراجل، ومع ذلك اللعيب الراجل بيلعبها بالعرض. بص لو الكره دي رجعت لورا اللعيب اول لعيب على سن ال 18 ناحيه الشمال لوحده، الراجل الفرود ده اللي هيخش يسحب معاه المدافع اللي ماسكه وينزل انسايد، بس بعد ما يسحب معاه بص على لقطتين مهمين، بعد ما يسحب معاه متخيل ان 18 الزمالك بالكامل ما فيهاش ولا مدافع جوه ال 18، بعد ما هينزل الراجل ده هيسحبه كل المنطقه المواجهه للمرمى فاضيه تماما. اللي بعده قبل ما تروح لا ارجع الفريم اللي بعده النقطه اللي احنا ملمين عليها، الحاجه الثانيه ده دونجا هنا الطبيعي الراجل اللي على الخط ده هيعمل ايه يا كريم؟ هيحطها بالعرض ما فيهاش، رايح عليه اتنين لعيبه. طيب انت كدونجا بتعمل ايه؟ بص الوقفه بتاعته هو واقف تماما هادي تماما، بيبص هيخطفوها منه ازاي؟ هو واقف على كعوبه. ايوه بيبص هيخطفوها منه ازاي؟ هو واقف على كعوبه ولا هو الارتد ولا هو منتبه ان هو الكره لازم هتتلعب بالعرض، ولا انا واخد الخطوه، ولا انا بفكر، ولا بتوقع، ولا بانتسيبيت، ولا بعمل اي حاجه. اي حاجه بيعملها العبره مركز 6 او لما بعد كده لما برجع اعمل التغطيه جوه ال 18 ما عملهاش. الراجل بقى اللي جاي وراه ب 3 متر 4 متر ده الارت ده اكتر منه، الراجل مش واقف على كعوبه، الرجل الثانيه متحركه هيبتدي. هبقى الفريم اللي بعده على طول كمان فريم، بص الراجل ده لسه ورا كريم الراجل ورا اللي هيجيب الجون اللي جاي منه. ارجع تاني واحده كمان، الراجل اللي هيجيب الجون ده لسه ورا والكره طلعت خلاص بقت في منتصف المسافه، عدت اهي الكره اهي ناحيه شمال، الراجل ده هيخش هيسبقه وهيحط بطن رجله وهيحطها جون.
دونجا مش الصوره دي، هو مش حاسس ان في حد وراه اصلا، هو لا عامل سكان ولا باصص حواليه ولا شايف مين جنبه، هو راح فضل مركز مع الكوره. هنا بتقول لك ان ابجديات المركز مش موجوده، حضور الذهني مش موجود، تحضير للمباراه مش موجود. ودي واحده من ضمن اخطاء كتير اتعملت النهارده في الترانزيشن وفي التحولات. بس قلت لك اللقطه اللي اصفر اللي اسمرت عن هدف، وانا فرقه لما تيجي تبص على الكادر هتلاقي انه 2 4 6 من الزمالك واربعه من الفرقه الثانيه، اربعه من يعني هجوم كلاسيكي تقليدي، لا في كاونتر ولا في زياده عدديه ولا في اي حاجه، رغم ان هي كانت كره طوليه. منهم واحد واقف ما تفهمش هو بيعمل ايه تحت خالص، اللي في اخر الصوره جنب الحكم ما تفهمش هو بيعمل ايه، دونجا واقف سرحان، الراجل اللي في الثالث اللي رايح ده ما تفهمش هو ماسك ولا قافل زاويه التمرير ولا عامل ايه. في النهايه الراجل هب بقى الفريم الاخير، الراجل خد سبق دونجا ودخل وحط الكره في بطن رجله. بالنسبه لي جون غريب جدا جدا، بس هو ترجمه لافكار اسوريو اللي لسه لازالت بعيده جدا، وامكانيات اللعيبه اللي لازال ولا حتى تحضيرهم. وده الفرق كان ما بين اسوريو وفيرير. على فكره في لعيبه كتير كانت موجوده مع الراجل مع فيرير في الوقت اللي كانت الدنيا ماشيه فيه كويس مع فيرير. فيرير الفرق بينه وبين اسوريو كان بيلعب على قد امكانيات اللعيبه اللي معاه. حتى بعض المدربين اللي نجحوا مع الزمالك جروس مثلا على سبيل المثال، حتى وعنده شورتج او نقص في القايمه كان بيشتغل على قد اللي معاه وعلى قد امكانيات اللعيب. الفلسفه الزائده عن الحد هو اللي هي اللي وصلت الزمالك للحل ده. طيب من كلام جيمي، ايه اللي فرق ما بين الزمالك الشوط الاول الشوط الثاني؟ نيجي نبص اول حاجه على تشكيل الفرقه وطريقه اللعب. الشوط الاول هو تخلى عن كل المميزات وبصماته. الراجل اكبر بصمه ليه توظيف فتوح من ظهير ايسر، بيستخدمه واحد في الحالات الدفاعيه ظهير ايسر ويستخدمه كمحور. وفتوح على فكره لو تبص الماتشات الزمالك مع اسوريو في الدور الثاني لما الزمالك اتحسن هتلاقي من اول ماتش فاركو في الكاس والاتحاد كانت بصمه مشاركه فتوح في مركز الظهير الايسر والمحور، دي اكبر بصماته. تخلى عنها مره في لقاء الاهلي لما لعب فتوح سته فتخلى عن ابرز انجازاته مع الزمالك، والنهارده تخلى عنها في الشوط الاول. تعال نشوف تخلى عنها في الشوط الاول ازاي. يلا يا جماعه اردوا لنا على طول، نشوف التشكيل في الشوط الاول كان عامل ازاي. ده التشكيل في الشوط الاول، الراجل لعب بثلاثه مدافعين وفتوح هو المساك الايسر. فتوح يعني وبص بقى النتيجه كانت ايه، معلق اربع لعيبه في الثلث الاخير، الجزيري جنب ناصر منسي وجنب شيكابالا وزيزو من غير ما الكره توصل لهم. الكره في منطقه وسط الزمالك 27%، واغلب الكرات انت قاعد تستلم هنا وتسلم في منطقه جزاء الزمالك 50% من الكرات منطقه وسط الزمالك، وبتلعب الطويله لان انت ما عندكش لعيب في النص ينقل ولا محطات. الشكل اختلف في الشوط الثاني، تعال نشوف الشكل اختلف في الشوط الثاني لما عدل خطوطه ولعب اربعه وبقى فتوح محور جنب دونجا ونزل اوباما بقى كونكت بيوصل الناس دي كلها ببعض وبقى الشكل ده. تعال نشوف ده اثر ازاي على فتوح. فقد الراجل فقد فتوح خلص الشوط الاول. تعال نشوف فتوح ومناطق الاستلام في الشوط الاول يا كريم، دي مناطق استلام فتوح في الشوط الاول. بص اصلا عدد الكرات اللي استلمها ومقارنه بالشوط الثاني، الناس تبص على الخريطه بتاعه استلاماته في الشوط الاول واستلاماته في الشوط الثاني، ضئيله جدا في الشوط الاول. انت خسران اهم لاعب، الزمالك عنده 2 لعيبه دوليين بيلعبوا في منتخب مصر، سيبك من صبح اللي بيروح كحارس ثالث فتوح وزيزو. انت خسرت واحد اهم لعيب عندك اللي انت مسترجعه بعد غيابه امل كبير. شوف عدد الاستلامات قليل جدا كانه مش موجود يا جمال. طبعا. وشوف الشوط الثاني لما لعب ثاني بقى باربعه وبدا يخش في محور هنا. بص ننقل الصوره اللي بعديها، البساطه اللي بتطلع من رجل فتوح هتلاقي بساطه في الشوط الاول مجرد بيشارك بكور طويله وبعيده، الشوط الثاني بقى الكونكت. ونبص على الثلث الاخير، يعني خلي الناس تبص على الثلث الاخير. الثلث عند منطقه الجزاء كده يا جماعه فتوح نادر مش موجود. هنا بساط فتوح مؤثره جدا، طلع شلبي اكتر من مره وساهم بشكل كبير ودخل وعمل نقلات كتير. الناس تفتكر اجوان الزمالك ليها دور كبير، وكانت التباين الثاني كان في استخدام اوباما. اوباما يا كريم لعب دور الكونكت. تعال نشوف شبكه التمريرات اللي الفريق بيعملها اكتر من 5 باصات. الشبكه دي دايما من الحاجات الظريفه جدا اللي بتبين لك شكل الفريق هو بيبني الهجمه. دي شبكه التمريرات اكتر من 5 تمريرات. بص هنا اوباما عامل ازاي في الشبكه دي، المركز اللي كونكت مع شلبي وكونكت مع شيكا وكونكت مع فتوح. بص بقى دي الخريطه، رغم ان اوباما نزل في الشوط الثاني، الخريطه دي بتاعت الماتش كله مش بتاعت شوط. بص فتوح مركز ازاي، الباصات طلع بينه وبين شلبي من 16 ل 15 بينه وبين شلبي. وبص اوباما وفتوح وشلبي بقى في كونكتين في الملعب، تو كونكتورز موجودين، فتوح واوباما.
عملوا ده. وتعالى نبص بقى للتمرينات اللي اكتر من 10 تمرينات كمان. أيه. اللعيبه بقى اللي بتبين الناس اللي هي لما نشيلها حبين لك الزمالك بيعمل هجماته ازاي، لان اللعيبه اللي بتنقل الكوره اكتر من 10 ده شكل الشوط الثاني، رغم ان دي للماتش كامل، بس ظهور اوباما فيها وهو نازل شوط واحد بس بيدينا الدلاله دي. اوباما كان عمل، نيجي بقى الارقام اوباما بشكل شخصي، يلا. عمل 3 محاولات على المرمى و3 محاولات على المرمى، منهم 2 في العارضه ومنهم محاوله على الجون، وساهم في الاربع اهداف، وعدد الباصات كان 22 باصه منهم 21 باصه مظبوطه، رغم ان هم اغلبهم في الثلث الاخير ومنهم باصات جوه منطقه الجزاء. فكره ان لعيب بيباصي جوه منطقه الجزاء وحدود منطقه الجزاء ويغلط في باص واحد، ده رقم ضخم جدا ومميز جدا. 22 باصه اغلبهم في نص ملعب المنافس، ومنهم واحده بس خطا جوه منطقه جزاء المنافس، ولو نعد هنلاقي 4-5 باصات. ننقل للفريم الثاني. سالب السؤال في النص، عمر ما فهمت انيلو الفريم الثاني، هو كان بيلعب النهارده ماتش مصاب؟ هو لو مصاب يعمل كده؟ طب ما نعوره بقى قبل كل تمرين، لو هو هينزل مصاب يبقى ده الحل، نعوره بقى يعني. والله انت قلت ده في الاربع اهداف يعني. لا وخد بالك، هو اتقال ده افضل شوط لاوباما اصلا، واتقال انه الاصابه في العضله الاماميه، والدكتور جيمي بقى يقول لنا ان العضله الاماميه دي صعبه جدا نلعب عليها وهو متصاب. بص يعني اعتقد كل الناس اللي شافته منهم، على فكره اوباما في الوقت الضايع نازل عامل فاول ونازل تاكل وبتاع، يعني استحاله ما اعرف يعني. انا نسيت كمان انت دكتور، انا بقول لك جيمي. لا لا لا، معايا 2 دكاتره يا جماعه والاثنين بيقولوا لي راجل مستحيل. فالاداء اوباما لو كده يبقى فعلا، يبقى احنا محتاجين اوباما يتصاب قبل كل مباراه. المحاولات بقى اللي بعديها دي 3 محاولات، منهم 2 ناجحين، وعلى فكره منهم اتم في البار وساهم في الاربع اهداف، فده تميز كبير جدا في اوباما. تعالى بس نشوف حاجه اخيره كنت طلبتها من جلال، يا رب تكون متحضره فيها محاولات الزمالك على مدار اللقاء، اللي انا قلت لجلال يحطها لنا، بس يعني بعتها له اخر حاجه لو موجوده يا جماعه قولوا لي انها موجوده. يعني انا اتاخرت في ارسالها لجلال، فيا ريت بالظبط دي بقى اللي بتثبت لك يعني ايه شوط اول، ويعني ايه شوط ثاني، ويعني ايه تغيير الجزيري. اللي هي ممكن اسوء تدخلات اوسوري، رغم انه عمل تغييرات مميزه طبعاً. ولكن تغيير الجزيري سيء جدا. تعال نشوف الشوط الاول، مفيش زمالك، مفيش محاولات، ولا انت بتلعب ضد فرقه من جيبوتي ارتا سولار، وعامل محاولات ما فيهاش حاجه، يعني ما فيهاش حاجه على المرمى. الاخضر هو اللي على المرمى يا جماعه، والاجوان والكلام ده كله، الالوان اللي هي اورنج واسود ده بلوكد وبره. انت الشوط الاول كله مش عارف تعمل محاوله سليمه على المرمى، وكلها محاولات ضعيفه. الشوط الثاني ابرز فترات الزمالك، من الدقيقه 45 للدقيقه 60 سجلت هدفين، رحت لعبت في العارضه، رحت لعبت في القايم، عملت كل ضغطك ده، وبعد كده الملعب بدا يهدى. لولا الحماس بتاع الجمهور ما كانش الماتش ده رجع بعد تبديله الجزيري. يعني الزمالك كان بعد الجونين يبدو ان الماتش في طريقه للحسم، ولكن الزمالك تحس ان الموضوع انطفى بتغيير الجزيري. ولكن هنا لازم تحيه زي كلامك، القرار اللي من السنه اللي فاتت تم تطبيقه والاهلي استفاد منه في مباراه الهلال السوداني، ان على حسب اهميه اللقاء الامن بيدي موافقات، ساعد الاهلي في لقاء الهلال السوداني اللي كان يعتبر حجر بالنسبه للاهلي عشان يعدي، واستفاد الاهلي من حضور جمهوره. الزمالك يعني مثلا هو السنه دي مثلا الاهلي كان موقفه سهل جدا يعدي، الزمالك هو اللي استفاد من حضور الجماهير النهارده طبعا بكل الطرق طبعا. ومحدش هيتاخر ابدا على اي نادي في مصر وبيمثل مصر في بطوله مهمه جدا انه يساعده الجماهير من اول ده ساعد جدا. هو النهارده لولا الحضور الجماهيري الماتش ما كانش رجع. انا رايي كده مليون المية. الماتش ده اتلعب في 3-4-5 آلاف اللي بيحضروا الماتش ده ما كانش رجع لا في الشوط الاول ولا رجع حتى بعد تدخل اسوري بتاع سيف الجزيري. الله يفتح عليك حبيبي، الله يفتح عليك. جيمي بقى محضر لكم حاجات مهمه جدا عن الاهلي وسان جورج امبارح، هنتكلم عن الاهلي بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. اتكلمنا عن الزمالك كثيرا مع محمد خليفه وجيمي في الجزء الاول من هذه الفقره، الان الحديث عن النادي الاهلي وفوزه امس على سان جورج وتاهله لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. هسال جيمي عن 2 لعيبه تحديدا عشان الوقت ما ياخدناش ويجري مننا، هساله على محمد مجدي قفشه وامام عاشور، 2 تالقوا جدا في مباراه الامس. طيب هروح لك الاول للعيب بالنسبه لي اللي التطور بتاعه بقى واضح جدا، ودايما الناس كانت بتعلق في وقت من الاوقات على قفشه وشريف تحديدا في الوقت بتاع كارلوس كيروش. صح. وليه ايه الربط اللي عاملينه
يخص أفشة كارلوس كيروش بكولر هو حاجة تخص الاتنين. إن كيروش وطبعا ده لا يقلل من كيروش نظرا لضيق الوقت كمدير فني المنتخب مش لنادي ما قدرش يطلع من أفشة الحاجات والمهام المكلف بها لعيب مركز 8 في 4-3-3 لأن كيروش كان بيلعب 4-3-3 كولر بيلعب 4-3-3. فنيجي نبص كمثال أفشة كانت إيه مشاكله مع كيروش والتطور الملحوظ جدا اللي عمله كولر وعمله أفشة خلال المرحلة دي. الناس كلها تتكلم على الفاول، الناس كلها تتكلم على الأسيستات، الناس كلها تتكلم على دايما لما العيب بيسجل النجاعه الهجومية خاصة لو هو العيب بتاع النص الأمامي. لا أنا مشكلتي مش هنا خالص ولا تطور بالنسبة لي هنا خالص، كانت مشكلة أفشة مع كيروش إنه ما بيعملش الواجبات الدفاعية، إنه ما بيرتدش، ما بيعملش أوف لايننج، ما بيقفلش زوايا التمرير، كل المهام المطلوبة من لعيب مركز 8 مش مركز 10، كان بيعمل واجبات الهجومية عادي ودلوقتي بيعملها عادي، هو لعيب كواليتي بتاعته جيدة فيما يخص الجزء الهجومي، التطور اللي بقى موجود عند الراجل فين؟ قرايته للملعب، قطع غلق زوايا التمرير، قطع الخطوط بشكل جيد، انه قادر ينزل في العمق قوي كلاعب مركز 8 مش 10 مش طول الوقت متعلق فوق. الحريه اللي مداله مارسيل كولر طبقا للحاله اللي عليها أفشة دلوقتي. فتعالى نبتدي الحالات عشان الوقت بيجري مننا. أيوة. ونبتدي بأفشة مع كيروش قبل ما نجيب الحالات بتاعه مارسيل سان جورج واجيب لك أفشة كانت حالته عامله ازاي فيما يتعلق بكل مهام مركز 8 ما عدا المهام الهجوميه. لا هات في فايل اللي مكتوب عليه أفشة مع كيروش قبل ما نبتدي الحالات قبل ما نبتدي دي عشان نمشي دول بالترتيب. أفشة مع كيروش الاول. أفشة مع كيروش الاول قبل ما نبتدي نلعب بص يا كريم هنا أفشة بيلعب هو من ساعه ما جه كيروش بيلعب 4-3-3 ما غيرش. بص أفشة اللعيب بتاعه على الخط الباك ليفت فتوح شايف المسافه دي كلها فين أفشة بس الاول عشان أفشة تحت اخر لعيب في الصوره اخر لعيب في الصوره بعد الحكم في نص الملعب الثاني شايف المسافه الكبيره ال 30 متر دول المفروض الراجل ينزل يساعد زميله اللي مش عارف يخرج بالكوره عشان ينزل يستلم هنا في العمق ونتيجه انه ما عملش ده الكوره دي هتتقطع كمل الفريم اللي بعده بص الراجل جه اتزنق اتعمل عليه دبل اب طلع بره. طيب ايه اللي بعديها؟ بص هتلاقي كل لعيب وخليك مركز على المكان بتاع كل لعيب ارجع تاني معلش الفريم اللي قبله بص لا بص هنا طبيعي مرموش هينزل تحت علشان ينزل يمسك ينزل يدافع. مرموش ده اللي هو بيلعب بيها كريم بيلعب فيرود. بص مرموش هينزل فين علشان يعمل الواجبات الدفاعيه وقفشه يفضل واقف مكانه مش هيمسك حد. كمل انزل كمل مرموش اللي بعده بص هينزل لحد فين كمل كمان الفريم اللي بعده او قفشه لا زال الوحيد اللي لا قافل زاويه التمرير ولا ماسك حد ولا بيتحرك على الكوره ولا بيعمل اي حاجه بعد ما بتفقد الكوره ما بيعملش كل ده فطبيعي الراجل ما كانش بيعتمد عليه وما كانش هيعتمد عليه لانه مش قادر يعمل ده. طب روح للي بعده كمان بص هنا اللقطه دي معبره جدا لعيب بتاع تونس حنا بقى المجبري بيشاور علشان الكره تتبصل بره لان هو مضغوط عليه قفشه بيشاور معاه ومش معانا هو قفشه مش حاضر لانه عمال بيبذل مجهود ومش قادر يبذله لا كانت حالته البدنيه ولا قدراته التكتيكيه كانت تسمح انه يلعب 4-3-3 هنا تدي كريدت للاثنين وانت مغمض. نروح بقى بعد كده بقى للحالات من اول سان جورج عشان بقيه الحالات بنفس الشكل بنفس الحاله انا كنت عايز اختم بدي عشان بقول لك هو حاله الحضور الذهني في 4-3-3 مش قادر. يلا هات الحاله بتاعت سان جورج وانت بتقول ادي كريد لقفشه والمارسيل وكولر طبعا. علشان انا مدير فني قدرت اطلع من لعيب حاجه ومش قادر يطلعها وان هو ساعد نفسه. واقول لك على حاجه تخص اللقطه اللي مع خالد بيبو وبعد ما نتكلم على دي فاخر مره حد يفتكر لعيب حط كره ثابته في النادي الاهلي كان امتى؟ زمان قوي علي معلول ومن فتره طويله جدا حط كره فاول من كره ثابته جول من كره ثابته. فانا بالنسبه لي رجوع قفشه وانه يسجل بالشكل ده والاهلي بيعاني اضاف شوف بقى غير التكتيك خالص اضاف حل جديد لمارسيل كولر. كان عنده مشكله دايما الكرات اللي بتيجي على يسار منطقه الجزاء لازم يلعبها في الغالب لعيب ايمن كل اللعيبه بتلعب برجلها يمين ما حدش قادر انه يسجل ابتدى يحاول مع رضا سليم لانه لسه جاي الراجل وقفشه اضاف له حل جديد هي. طيب روح على اللي بعده فريم اللي بعده يلا نعدي الفريم بتاع الجول. كره طبعا ممتازه جدا ودي بالنسبه لي هي اللقطه بالنسبه لي طريفه اكتر منها لقطه فنيه عشان تعليق قفشه بتاعها انا مش خايف من اللي جاي انا خايف من اللي بعد كده. دي بالنسبه لي قفشه يمكن اتقابلنا معاه كريم واحنا في المغرب لا هو واضح ان هو مصمم انا عايز ارجع. هات لي بقى اللي بعديه على طول اللي مع خالد بيبو عشان اقول لك على حاجه. خالد بيبو قبلها بثلاث ايام كان قاعد مع محمد مجدي قفشه قال له الراجل مركز معاك والراجل عايزك وهيستخدمك
وهيبتدي تاخد دقايق اكتر بكتير من الفترات اللي فاتت، وشايف ان انت حالتك البدنيه والفنيه ممتازه، وهتنزل تلعب وهتسجل والامور هتبقى كويسه. عشان كده راح اول واحد راح له كان خالد بيبو، يمكن ده سر اللقطه. ناس كتير سالت هو ما راحش ليه الكولر، ما راحش ليه لحد من الجهاز، خالد بيبو لسه جاي اول امبارح يعني. فدي كانت لقطه مهمه جدا 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 لقفشه نفسيا انه راح لخالد بيبو قال له ان الراجل واثق فيك واحنا واثقين فيك، ولا وانت ليك دور، مش عشان الاساسيين في التوقيت الحالي مروان وديانج وامام يبقى انت مش هتلعب خالص، هتلعب وهتكسبنا وهتبتدي تاخد دقايق كتير الماتشات اللي جايه. اللي بعده لسه في قفشه، عايزين نخش على امام عاشور يعني ماشي قفشه سريعه. بص يا كريم انا هشاور لك على شويه حاجات في السريع وهمشي الفريمات بسرعه. يلا. الفريم ده بص قفشه موجود فين على دايره السنتر، هو اللي هيطلع الكره وان باس، هو عامل السكان وان باس من العمق ويروح حاطط الكره لامام عاشور، الكره دي امام عاشور هيحطها بعد كده هتروح انفراد. قفشه موجود فين؟ موجود في العمق تحت خالص. قفشه موجود فين بعديها بثواني؟ موجود فين على الاند لاين ناحيه اليمين، هو اللي هيحط الكره دي بالعرض اللي هتكمل بعد كده بكروس. كمل بقى الفريم اللي بعده، كمل. بص يا كريم الكرة اللي بعديها قفشة هيحط الكرة دي باص بانفراد اللي بعده من العمق اللي بعده. قفشة هنا فين؟ ناحية الشمال جاي من الوينج ليفت، هيخش يعمل 1 2 مع كهربا، اللي كهربا هيتعمل هيحصل له إعاقة فيها وياخد ركلة الجزاء. اللي بعده قفشة تاني، دي بداية الكرة وانا حبيت اجيب الكرة دي تحديدا، دي بداية الكرة اللي هيسجلها قفشة. بص التطور الكبير اللي عند قفشة والحركية والوعي. كنت جايب لك لقطة في ماتش تونس، الراجل بيشاور مش معانا، بيشاور مع لعيبة تونس. بص الحضور الذهني والراجل حاضر قد ايه. بص واقف هنا على الخط هيحط الكرة لبره، الكرة دي هتتعمل كروس هترجع تاني ناحيه الشمال لكريم الدبيس اللي عمل ماتش ممتاز جدا وطمن الاهلي على مركز الباك ليفت بعد علي معلول. بص يا كريم الراجل اللي كان على الاند لاين، بص قفشه انا جايب لك هنا الفريم ده، بص قفشه فين هيخش يكمل تاني، كمل دخول الجناح جوه ال 18 الراجل بيسجلها. مش فارق معايا الجون قد ما فارق معايا التحركات والتواجد في كل حته في الملعب. الفريم اللي بعده كمان دي اخر لقطه هتكلم عليها قفشه عشان نقلع على مشروع عشان عارف الوقت بيجري منك. بص هنا كريم الباس ده، بص فين، انا هنا بكلمك على وعي تكتيكي وقدرات تخص مركز 8، ماليش علاقه بالجون، ماليش عليه بقدراته المهاريه. بص قفشه واقف فين، قفشه واقف تحت خالص. تخيل ان الكره دي هتتلعب، قفشه ابتدى يعمل السبرنت قبل ما الكره تطلع من رجل الراجل وهياخد الكره دي. ممتاز. بص الكره دي بتلعب العرض، دخل قطعها. بص بقى اللي بعديها الفريم اللي بعده على طول باص بانفراد. الله قطع باص بانفراد وهو على بعد 12 متر. لقطه بالنسبه لي تساوي وتعنون حاجات كتير على الحاله اللي وصلها قفشه مع مارسيل كولر. تحيه كبيره قوي لمحمد مجدي قفشه تاني، مش عشان الجون، مش عشان الاسيست، مش عشان الماتش، الادوار بتاعه المركز انه يقدر يبقى قادر يعمل الواجبات دي، ومش النهارده لقطات كتير كان منها ماتش 4-1 مع الزمالك كان عامل دور دفاعي كبير جدا. ممتاز. جدا للأسف. عايز امام عاشور للاسف معايا دقيقتين ونص تقريبا. طيب امام عاشور نلمهم بقى بسرعة. طيب امام عاشور بالنسبه لي في جرافي لو اتعرض بسرعه عشان نكسب وقت. امام عاشور يا كريم من وقت اشتراكه ده بالنسبه لي بدايه انا ما كنتش متوقعها طبقا لحالته، مش امكانياته، طبقا لحالته مش متوقع ده ابدا. اللعيب دي ارقام في وسط زمايله، في وسط الفرقه بالكامل. من اول ما ابتدى يشترك الاهلي لعب 4 ماتشات السنه دي. صناعه الاهداف صنع 4 اهداف، اللعيب رقم 1 في الفرقه. صناعه الفرص 9 فرص، اللعيب رقم 1 في الفرقه. سدد 13 مره، اللعيب رقم 1 في الفرقه. محاولات صحيحه على المرمى 7 محاولات، اللعيب رقم 1 في الفرقه. المراوغات عموما 11 مراوغه، اللعيب رقم 1 في الفرقه. المراوغات الصحيحة 8 مرات، اللعيب رقم 1 في الفرقة. كمل اللي بعده. لسه تمريرات الطولية 17 التالت بعد الشناوي هاني، تمريرات طويلة صحيحة من ال17 التالت بعد الشناوي محمد عبد المنعم. استخلاص الكرة وده مهم جدا فيما يخص مهام مركز 8. إمام لعيب موهوب وحريف وبيطلع على الجناح وبيشارك هجوميا، لما يكون هو اللعيب رقم 3 في الفرقة في استخلاص الكرة بعد محمد عبد المنعم ورامي ربيعة إيكوال حاجات كتير جدا. نروح على اللقطات بسرعة. يلا. بتاعت امام في المباراه هجيبها لك حالا دلوقتي. طيب. يعني هو اكتر كمان من مروان عطيه وعلي ديانج، اكتر من مروان وامام، لان بس خلي بالك مروان في ماتش ما لعبوش وامام ما لعبش في عدد دقايق اكتر، فشويه تروح لده، لكن كريديت يحسب للعيب مركز 8 قدراته هجوميه في الاساس. طبعا دي اللي كانت لسه معروضه. دي انا اللقطات بتاعت امام نفسها، لقطات الملعب. بص يا كريم الحل، ودايما الحل هو مالك كل المهام في وسط الملعب. انا جبت لك بالارقام ان هو بيعمل كل حاجه، بيستخلص وبيقطع وبيعمل اسيستات وبيسدد على المرمى وبيحاول ان هو طول الوقت عنده حلول تانية، طول الوقت بيخلق للمدير الفني حلول تانية. فلما تيجي تلاقي الراجل دايما بيطلع على الجناح بمنتهى البساطه، الراجل بص الناحيه دي وشغال الناحيه دي وبمنتهى البساطه هتلاقي عدى واحد على واحد. اللي بعده هات الفريم اللي بعده، هتلاقي عدى وراح والكره دي بالمناسبه حطها بوش الرجل الخارجي هتروح انفراد. كمل حضرتك الحالات على كمل الفريم اللي بعده، الفريم اللي بعده بوش الرجل الخارجي هتروح انفراد. كمل
كمل هتتحط من عبد القادر بالعرض الكهرباء كهرباء هضيعها اللي بعده بص التحرك والبنتريشن جبتها لك على الجناح الراجل شغال في العمق هنا مهمه تانية للعيب مركز 8 الراجل بيعمل بنتريشن كريم الدبيس كالعاده كريم الدبيس كالعاده من هنا ضل غصب عني كريم الدبيس كالعاده بيعمل الباس البنتريشن بص بص بقى انا يهمني بقى اللقطه دي قوي يا كريم في نقطه في 3 ثواني هات الفريم اللي بعده بص الباس الراجل دلوقتي بيقطع فين واقف بظهره بظهره لكل الفرقه اللي وراه الراجل بص بيعمل ايه اللي بعده هات الفريم اللي عليه كلوز وبيحط الكره بكعبه بص يا كريم الطبيعي الطبيعي انه يبقى شايف الطبيعي يبقى شايف الاثنين الطبيعي انه يبقى شايف كهربا هو لمسه واحده بسيطه ليه لانه قبل ما يروح كان رافع عينه وعامل سكان على اللعيبه اللي وراه حط الباص واخيرا مشاركه في الكرات الرأسيه الناس كانت بتتكلم على حمدي فتحي كروس من محمد مجدي قفشه الراجل بيحطها وبيشيلها الجون بصعوبه جدا اخيرا امام عاشور بالنسبه لي مفاجاه طبقا للحاله اللي هو عليها دي مكسب كبير النادي الاهلي النادي الاهلي اشترى لعيب ببلاش طبقا لامكانيات امام عاشور جيمي شرفت ونورت والله يفتح عليك والله رائع كالعاده خليفه كالعاده رائع جدا انا بشكرك شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معانا اشوفكم يا رب على الف خير.